اسمها ايه الداتا بيز دي شغل تاني. يعني انا بقول لك انت الداتا بيز ده جزء لوحده ممكن تبقى متخصص فيه لوحدك، تمام كده؟ طيب ايه الداتا بيز دي؟ ده البيانات بتاع الموقع بتاعتي. البيانات بتاع مين؟ بتاع الموقع بتاعي. في خطوه قبل ما نصمم الداتا بيز احنا عندنا حاجتين هناخدهم، دي دي ال ودي سي ال، تمام؟ داتا ديفينيشن لانجوج وداتا كنترول لانجوج، دول خاصين بمين؟ بالداتابيز. قبل ما اروح اساسا للاثنين دول بعدي على مرحله جميله جدا اللي هي تحليل الداتابيز او بنسميها اي ار دي. والاي ار دي ببنيها بعد ما يكون خدت البريكويست بتاع المشروع، متطلبات المشروع او الريكويرمنتس، الاسم الافضل بتاع الريكويرمنتس. يبقى اول خطوه تواجهنا ان انا باخد مين؟ الريكويرمنتس. الريكويرمنتس دي انت بتعمل مشروع خاص بك انت، فانت عارف الريكويرمنتس بتاعتك، مشروع هتبيعه الفيرجن واثنين وثلاثه، زي مثلا هيتباع في سوبر ماركت، مثلا اتباع لشكل معين، هتعمل بيج خاصه بيك، فانت عارف الريكويرمنت بتاعتك. او لو انت بتقعد لعميل، عميل هيطالب منك مشروع، مشروع مثلا لكذا او مشروع لكذا، فيبقى تقول ما طب انت عايز ليه؟ انا عندي محل مثلا او سوبر ماركت، السوبر ماركت فيه مثلا مبيعات كذا، واحد تاني يقول لك انا عندي مثلا معمل تحليل، عندي في اشياء في كذا، تبدا تاخد منه الريكويرمنتس بتاعتك. من خلال الريكويرمنتس بتاعت ده انت بتكتب وراه او تشوف اللي انت محتاجه منه، ده هتكلم فيه. وبعد كده تروح ايه؟ ما بتكتبش كمان، ما بتكريتش داتا بيز. بتمسك الريكويرمنتس دي بتقسمها وتعمل بتطلع منها الانتيتي بتاعتك اللي هي الجداول اللي احنا لسه بنتكلم عنها. وبعد ما بتصمم الاي ار دي على ورق او على برنامج من البرامج اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، بتبدا تروح تكريت الكلام ده عامل التنفيذ. شفت التنفيذ في جي فين؟ في الاخر خالص. دايما التنفيذ لو سبق الكلام ده كله المشروع بتاعك بيترمي فيه الزباله، ما بيشتغلش. ليه؟ انت بنيت استراكشر غلط، تمام؟ فهنمشي على الريكويرمنتس. بعد كده تاني خطوه هنمشي على نعمل الاي ار دي بتاعتنا، بعد كده نشوف ازاي نكريت الداتابيز، تمام كده؟ في مشكله في النقطه ده؟ طيب جات مرحلة ان انا بستنتج او باخد المعلومات من الكلاينت او من الكاستمر اللي هاخد معاه. طبعا انت يجي يوم في الايام ان شاء الله، سواء مشروع برايفت خاص بيك او في شركة، تلاقي نفسك متدبس ان انت بيقول لك روح خد الريكويرمنتس من عميل كذا، او روح مثلا لشركة مثلا هتقعد معاها تاخد منها اللي هم عايزينه. ايوه مش هتبقى لوحدك، هيبقى معاك مثلا حد تاني وبتاع، بس لازم تبقى انت وانت قاعد فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فموضوع الريكويرمنتس ده مهم جدا جدا. انت ممكن لو انت فاهم ممكن تبقى عارف 80% او 90% من بس من فكره المشروع كده ولا فكره المشروع كده، لكن التفاصيل اللي جوه دي بتفرق هو عايز ايه من جوه، تمام؟ لان انت ممكن يقول لك فكره المشروع انا عايز مثلا على سبيل المثال كان في واحد بيكلمني بيقول ان احنا كنا في شركه، والشركه دي كان واحد كان عايز متطلبات دايما العميل تاخد منه هو اللي عايزه، هو عايز ايه؟ هو ده اللي انا بتكلم عنه. طيب الريكويرمنتس بتاعتنا هنبدا ناخدها، امسح الكلام ده كله واخلي كلمه مين؟ ريكويرمنتس. الريكويرمنتس بتاعتنا هنبدا ناخدها من العميل ازاي؟ طيب انا اقول لك حاجه تفرحك وحاجه تخليك تنتبه شويه. الحاجه اللي هتخليك تفرحك، احنا كديفلوبر او كناس بنكريت داتابيز بنتعامل مع الدنيا كلها واحد، الاستراكشر من تحت كل واحد. ازاي؟ انا دلوقتي اديك كذا مثال هتفهم من اللي انا بقوله. انت لما بتفهم الداتابيز كويس جدا كويس جدا بتلاقي ان الداتابيز دنيا حلوه شويه بسيطه خالص، بتتعامل مع المشاريع كلها انها واحد. لو انت عملت مشروع تيجي تعمل مشروع تاني تلاقي نفس المشروع كده زي ما هو، اختلف بس في بعض الحاجات استراكشر كديفلوب، بس اليوزر والكلاينت والناس التانيه اللي شايفاك شايفه ده مشروع وده مشروع تاني، ده مشروع وده مشروع تاني. ف
فانت لو فاهم الداتابيز هتلاقي ان انت بتظبط الداتابيز بالشكل اللي انت فعلا في دماغك. طيب مثال كده عشان افهم، اقول لك احنا تعالى دلوقتي، انا ما بتكلمش في الداتابيز، انا بتكلم معاك كلام دردشه برضه في مضمون الداتابيز. واحد يقول لك ايه، انا عندي مشروع، المشروع ده عند مول او عند محل، محل ملابس او محل بيبيع منتج، محل بيبيع ايه منتج، المنتج ده اي منتج، ممكن يكون بيبيع موبايلات على اكسسوارات على كذا، ممكن يكون بيبيع ملابس على اعزيه على كذا كذا منتج. ف المكان اللي هو بيبيع منتجات، والمنتجات فيها اكتر من ايه، من نوع، اكتر من ايه، من نوع. فكل منتج ليه نوع وليه سعر وليه حجم، مثلا لو بتكلم عن الملابس في منها ميديوم، في منها سمول، في اكس لارج، وكل منتج في نوع وفي حجم وفي سعر وفي لون، تمام. وكل منتج في عميل بيشتري، في عميل ايه بيشتري، يبقى بيتعامل مع عميل. والمنتج اللي هو عنده اكتر من فرع فتح في اكتر من مكان. فهمت القصه اللي انا بقولها ده؟ طب تعالى، ده راجل بيبيع منتجات، قلنا ان كل منتج لعميل بيشتري، لسعر، لكاتيجوري، للنوع، للون، للديسكريبشن، صح؟ ده ايه بالنسبه لمين؟ لواحد بيبيع منتجات. تعال روح واحد تاني قال لك انا عندي معمل تحليل مثلا، معمل التحليل ده والله يعني عندي التحليل بتاعتي بتتقسم على حسب الاجسام، على حسب الاجسام، جسم الاشعه، جسم مش عارف ايه، جسم القلب، جسم الكبد، جسم، يعني انت عايز تقول لي معمل تحليل لها انواع على حسب الجسم، كاتيجوري يعني تصنيف ليها، صح؟ بيقول لي ان الماء التحليل ده كل تحليل له سعر معين، وكل تحليل له وصف معين، وكل تحليل بيجي لمريض او لعميل بيجي يتعامل معاه. يعني مثلا لو عميل ايه بيجي يعمل التحليل ده، تعالى نرجع كده، عنده معمل تحليل كل تحليل ليه تصنيف اللي هو الجسم، وكل تحليل ليه سعر، كل تحليل ليه مواصفات، وكل تحليل ليه زبونه اللي بيجي يشتري اللي هو المريض في الحاله دي. انتوا شايفين في اختلاف ولا في تشابه؟ تشابه كتير جدا. على الرغم ده مشروع، ده ما ايه مشروع تاني. جه واحد تاني قال لك بص انا عندي مثلا على سبيل المثال مشروع زي المكان اللي احنا بندي فيه كورسات، انا عايز موقع او نظام يدير لي الكورسات، يدير لي الكورسات اللي بديها. قلت له تعالى يا عم نقعد اخد منه الريكويرمنتس. فقال لي انا عندي اكتر من فرع زي الفروع دي، الفرع ده فيه كورسات بتتعطى، الطلبه بتيجي تحجز الكورس، تحجز الكورس على حسب ما هي تحجز، في منهم اللي بيحجز شبكات، واللي بيحجز برمجه، واللي بيحجز كذا، واللي بيحجز كذا، وكل كورس من الكورسات دي ليه فلوس معينه، يعني باخد منه فلوس والكلام ده. تعال نرجع بقى بالقصه من الاول بتاع الكورسات. هو عنده اكتر من فرع فيها كورسات، وكل كورس ليه تصنيف، ليه تصنيف برمجه، شبكات، مش عارف تصنيف يعني نوع، وكل كورس ليه سعر، وكل كورس ليه الوصف بتاعه، وكل كورس فيه طالب يجي يحجزه. ارجع تاني بقى تلاقي اللي انا قلت ايه، الكورس اكتر من فرع موجود فيه، كورس ليه تصنيف، الكورس ليه سعر، الكورس فيه طلبه بتيجي تعمل معاه. شايف التشابه ده؟ الرقم ده مشروع، ده مشروع تاني، ده مشروع تالت، وده مشروع. فاهم القصه ماشيه ازاي؟ واحد بتاع موبايلات قال لك انا عايز موقع اللي يدير لي المحل بتاعي وكذا وكذا. لا قلت له يا عم انت عندك فروع؟ قال لي عندي فرع هنا وفرع اخر الشارع وفرع ورا، عنده اكتر من فرع. فالفروع ده بيجي العملاء بيشتروا الموبايلات او الاكسسوارات او مثلا متعلقات مين؟ الموبايل، تمام؟ والموبايل ده ما يبقى تبع سامسونج، تبع مش عارف ايه، تبع كذا، تبع يعني تبع تصنيف معين، وكل حاجة من دول لها سعر معين، ولها مواصفات الخاصة بيها، ولها لونها، ولها شكلها، ولها السايز بتاعها. شايف التشابه؟ احنا كديفولبر بنرتاح. ده يجي واحد ممكن يطلب منك مشروع، وهو نفس الكلاينت يطلب منك مشروع تاني، تلاقي الداتابيز بتاعتك من 80% او 50% من هنا زي هنا، اختلاف اسماء، اختلاف حاجة بسيط، كاستراكتشر كله ايه؟ واحد.
فانا عايز اطمنك ان الموضوع سهل في الداتابيس مش صعب، بس تبقى انت فاهمه. تمام كده؟ انا بقيت لك الدنيا من الاول خالص اهو. خلاص يا جورج؟ طيب. الريكويرمنت بتاعتنا بناخدها ازاي؟ بنقعد مع العميل وبناخد منه الريكويرمنتس بتاعته. ف انا مثلا نمسك مشروع معين، اي مشروع من المشاريع اللي انا قلتها دي، تمام؟ ما فيهاش اي مشكله. احنا قلنا خلاص المشاريع كلها شباب، فاحنا عايزين واحد يلم لنا الدنيا كلها. تعالى ايه رايك لو احنا قلنا نتكلم عن مشروع، خلي بالك اللي انا اقوله دلوقتي، اللي انا اقوله في الداتابيز دلوقتي جاب لي كرياتا مهم من الداتابيز. الداتابيز ده انت مغمض رحت كرياتا. احنا في الداتابيز بتاعتنا علشان نتكلم عليها بطريقه صحيحه هنتكلم عن الداتابيز لثلاث حاجات، على ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثة. دول يندرجوا تحت حاجة اسمها داتا بيس نورماليزيشن. داتا بيس نورماليزيشن، ايه داتا بيس نورماليزيشن ده؟ هو ده اللي هنتكلم عنه. بص يا باشا، يقول لك اعمل لي مشروع لمدرسه، اعمل لي مشروع لمستشفى. انت بص، عشان رحت المستشفى قبل كده فانت عارف ان في دكاتره وفي مش عارف اطباء وفي الكلام ده، ما يوكلش عيش في 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 شغل البرمجه عامه. يقول لك انا عشان رحت المدرسه فانا عارف في طلاب وفي ولياء امور وفي. فرضا جالك مشروع انت ما بتعرفش ايه هو بيحصل ايه جوه، ما بتعرفش البيزنس بتاعه جوه، لازم يبقى عندك حاجات مبنيه او اسلوب او طريقه الناس متفق عليها هي دي الطريقه الصحيحه، هي دي اللي بعمل بيها داتابيز علشان امشي عليها عشان اطلع داتابيز محترمه. مش بعد ما ابني داتابيز اكتشف ان ايه ده في حاجه ما كنتش عارفها راح اتجدد. فالداتابيز نورماليزيشن ده اسلوب بدات الناس تتعامل بيه، هو ده مش لغه ولا حاجه، ده الناس مع كتر الشغل بتاعها فقال لك ايه خلاص، هو الثلاث خطوات دول احنا ماشيين عليهم او الكام طريقه الداتابيز نورماليزيشن دول مشينا عليهم، هنلاقي الداتابيز بتاعتنا اتكريتد بالطريقه السليمه اللي ما ينفعش اهد بيها. فاول واحده هنتكلم عليها واحد اسمها اتوميك فيلد تايب. ما انا ما اعرفش ايه هو الفيلد، تعال نسيب الثلاثه دول بس، هم ثلاثه هنتكلم عليهم، ثلاثه هنتكلم عليهم هرجع له تاني لان انا ما اعرف، ما تعرفش يعني ايه فيلد، ما تعرفش يعني ايه. انا هكتبهم وما عليك من كتابتهم، انا هكتبهم دلوقتي وما عليك من مين؟ من كتابتهم. خلاص؟ انا هكتب هنا كده واحد، اول واحد اتوميك، همشي عليهم تاني اهو ما تقلقش. تاني واحد اندبندنس، اندي اندبندنس يعني مستقل. تالت حاجة ليش، تمام، اندبندنسي ديبندنسي يعني مستقل صح، اندبندنسي غير مستقل صح، صح كده؟ ديبندنسي واندبندنس، انا عايز الاندبندنس اللي هي مش مستقله. طيب الثلاث حاجات دول انا كتبتهم وانت مش عارف يعني ايه، بس انا هعرفهم واحده واحده. تمام كده؟ طيب سيبهم دلوقتي اركنهم وتعالى انا اتكلم عليهم بالتفصيل واحده واحده. طيب الراجل قعدت معاه في المشروع فبيقول لي انا دخلت في مرحله ان انا قاعد مع العميل، والعميل بيقول لي انا عايز 1 2 3 4 5 6 في المشروع بتاعي. تمام؟ فاحنا المشروع بتاعنا مثلا، تعالى نتكلم عن اي مشروع، اي مشروع لو انا بتكلم مثلا على مشروع هتيجي كده وتكتب مثلا اسمه،
لو احنا قلنا مشروع الكورسات زي هو التحليل كله زي بعض، مش احنا لسه جايين كله زي بعض، تعال نمسك واحده شامله كل بقى فيها الحسابات وفيها كل حاجه وفيها كل ممكن تبقى شامله. عارفين موقع اولكس او موقع سوق دوت كوم؟ تلاقي فيه بس في دفع اونلاين، في مش عارف في منتجات لاكثر من منتج، مش منتج معين، في عمليه كاستمر بيبدا يشتروا الحاجه دي، تمام؟ في اكثر من مكان بيتعامل مع الحاجه دي، صح؟ في قد يكون لو احنا عملنا حاجه زي كده بشملنا كل المشاريع اللي تحت كلها، تمام؟ فممكن نقول احنا هنعمل موقع تسوق او موقع لشراء او بيع، تمام؟ نسميه اي ايه؟ اي اسم، تمام؟ تعال نسميه مثلا سوق كوم او ستور لبيع او مشروع اوليكس او مشروع اي حاجه مثلا. هو واحد عنده اكتر من منتج هيبيعه، تمام؟ او فرضا سيبك من اوليكس، ما تربطش عشان ما تربطش الدنيا بعض، عشان ده حاجه خدميه. ده واحد عنده مول تجاري، مول تجاري. المول ده في اكتر من منتج، تخش المول تلاقي في اكتر من حاجه، تلاقي في على الجنب كده في ملابس، تلاقي على الجنب تلاقي تلاقي مش عارف ايه، تلاقي هنا في في احذيه، تلاقي تخش شويه اكل شرب، تلاقي المول في اكتر من حاجه، صح؟ طيب تخش مثلا محل مثلا ملابس او محل ملابس، تخش جوه تلاقي عنده احذيه، تلاقي عنده ملابس حريم، ملابس رجال، ملابس كذا. فاحنا تعالى نتكلم على واحد بيبيع منتج. ايه هو المنتج؟ اي محل، خلاص؟ فاحنا هنعمم بقى، خلاص؟ يبقى اي منتج، تمام؟ حتى ده ممكن تاخده تشغله على بتاع الملابس، ممكن تاخده تشغله على بتاع الموبايلات، ممكن تشغله تشغل اي حد بيبيع منتج، والمنتج ده عنده اكتر من ايه؟ من صرف، تمام كده؟ في مشكله كده؟ طيب قعدت معاه راجل يبص كلمتين ثلاثة أربعة. بص يا باشا، انا عندي مثلا المحل بتاعي ليه كذا فرع. طيب انت مغرب بتمسك منه كده الكلمه، يفضل يتكلم يتكلم، يروح تقف على كلمه وروح تكتبه. يعني مثلا هو تعالى كده من واحد جديد كده، ونيجي نرسم فيه الحاجه اللي احنا عايزين نرسمها. طيب انا بس استاذنكم اوريكم برنامج حاجه حلوه، برنامج جميل جدا دايما بنرسم عليه، اسمه فيزيو. ده بنرسم عليه احسن من الرسام شويه، او احسن من ان انت تمسك ورقه وقلم. طبعا قبل مرحله الفيزيو دي مرحله الورقه والقلم اللي انت قاعد معاه، انت قاعد معاه بتكتب. انت بتقلم بكده على لا، ده ديزاين، ده ديزاين، ده خاص بقى بالداتابيز بقى حاجه تانية. طيب انا هنا كده بختار سوفت وير، بختار حاجه اسمها داتابيز. داتابيز انا هرسم داتابيز. طبعا دي اشكال ببدا ارسم بيهم دلوقتي، بس قبل ده كله ببقى معايا ورقه وقلم وبكتب وراه. فانا احتمال ان انا ايه، انا دلوقتي بكتب وراه، تمام؟ ده الشكل اللي انا هكتب جواه. راح قال لي ايه، انا عندي اكتر، انا بكتب هنا بس لسه هرسم الكلام ده دلوقتي. قال لي انا عندي فرع اكتر من فرع، فكتبت كده بالورقه والقلم كده ورحت قلت له فرع. راح قال لي انا عندي هسيبهم لكم، اكبر لكم الفونت. قلت له ماشي. قال لي انا عندي المنتج بتاعتي، عندي منتجات كتيره جدا، بس المنتجات دي بروح بقسمهم في رف كده، بحط الرجال اللي بعد والحريم اللي بعد، واحط الدور ده احذيه واحط. قلت له ماشي. انا بمسك واقول له ايه، انت عندك احذيه مثلا، تمام كده، وبكتب ايه الحاجات اللي هو بيقولها. وعندي قلت له خلاص، طب امسك لي بقى المنتج كده، ايه المواصفات اللي عندك في المنتج، انت عايز ايه، انت عايز ايه من المنتج، انت الفاتوره بتاعتك عايز تطبع فيها ايه، انت ايه. قال لي والله بص، المنتج بتاعي او الفاتوره اللي هتطلع انا عايز فيها رقم العميل او اسم العميل وعنوانه ورقم تليفونه، علشان اقدر اتصل بيه بعدين لو انا عندي عرض او اوفر او كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له ماشي. رحت مسكت دايره كبيره كده وفوق، عملت فوكس على اهم حاجه عنده. فوكس على ايه؟ اهم حاجه عنده. فاهم حاجه عنده هو مثلا، قال لي مثلا، قال لي المنتج. استنبطت اهم حاجه عنده ايه؟ المنتج بتاعه. قلت له ايه المواصفات بتاع المنتج ده؟ راح قال لي المواصفه بتاع المنتج. انا بالورقه والقلم برسم، برسم طبعا. هو هيستغرب اللي بتكتبه ده،
ايه هو الحاجات البسيطه اللي انت بتكتبها دي. جالي والله المنتج ده هيبقى عندي في اكتر من فرع، عندي في اكتر من ايه؟ فرع. وكتبت له كده قال لي عندك فرع. تمام كده؟ جالي المنتج ده ليه وصف معين. ليه وصف معين. او ليه سعر. ليه سعر. قلت له يعني المنتج ليه سعر؟ قلت له ماشي. قال لي المنتج ده في عميل بيشتريه. خلي بالك انا مره اعمل انا من حسن حظي انا ماليش في الرسام، انا كل شغله على السبوره، فانا هنا مش عارف اظبط لك الدنيا شويه. تمام؟ فقلت له ماشي. فالمهم بدات ان انا اخد منه الريكويرمنتس مين دي كلها. تمام؟ طبعا بالورقه والقلم هيبقى الشكل انضف من كده. تمام؟ صح كده؟ ولو معاك برنامج زي كده تمام هيبقى ارقى من كده بقى. تمام؟ قلت له ماشي. مش عارف الناس الغايبه وعايزه تتابع المحاضرات، هو هم اللي معذبينا، بس يا رب يا رب يذاكروا. انا بركت في الرسام، بس يا رب يذاكروا، عشان في ناس بتتابع ورانا بس ايه بتذاكر في البيت. فقلت له ماشي، ادي المنتج اهو، ادي المنتج. ادي المنتج وادي المنتج ده بتاعي. قال لي في عميل بيشتري. في مين؟ عميل بيشتري. قلت له ماشي. بعد العميل اللي بيشتري في ليه سعر، بعد السعر ليه فرع. انا دلوقتي باخد من العميل، انا قاعد مع العميل وباخد منه ايه مواصفات المنتج ده. قال لي وليه تصنيف. ليه تصنيف؟ انا هسميه تصنيف او كاتيجوري. وليه سايز. يعني ايه سايز؟ يقول لك انا بتكلم عن ملابس ليها ميديوم وسمول ولارج والكلام ده كله. تمام؟ في مشكله في الموضوع ده؟ قال لي ليها حجم. قال لي برضه ليه غير الحجم. قال لي لون غير اللون. تاريخ صلاحيه. تاريخ صلاحيه وتاريخ انتاج والكلام ده. الكلام مظبوط. قال لي ايه؟ انا بتطلب مني لو هو مثلا عندي مثلا حاجه لها تاريخ صلاحيه او تاريخ انتاج، مثلا الملابس كلها لها تاريخ انتاج او الموديل بتاعها تاريخ انتاج. لو حاجه بتتاكل وتشرب اكيد ايه؟ اكيد لها تاريخ ايه؟ صلاحيه. اكيد لو ملبس مش هيبقى ليه تاريخ صلاحيه. تمام؟ تاريخ صلاحيه. ايه تاني ممكن عايز يضيفه العميل؟ انت جاي بص كانك العميل، ايه تاني عايزه في المنتج؟ انا بعمل شجرة اهو، مالكش دعوة بالشجرة دي، الاخر هيوزع. ايه تاني؟ قلنا فرع وسعر. عميل بيشتري، سعر، وصف ليه مثلا والله وصفه. وممكن بعد الناس بتعمل الوصف دي بتشمل الاسم بتاعه، وبعد كده جنبه لونه، جنبه كذا كونكاتينيت، عارفين كونكاتينيت؟ وصف يعني ايه؟ يعني ديسكريبشن ليه. دايما الناس ايه ما تخليش الديسكريبشن ده حد يكتبه، دايما هم بياخدوا النيم كونكريت مع لون كونكريت مع الكود بتاعه، ده الوصف بتاعه مثلا. تمام؟ طبعا المنتج ليه اسم، احنا نسينا اهم جزء منه، صح؟ اسمه ايه؟ عشان يجي يقول لك انا عايز اشتري اسم كذا. فقال لي ليه اسم. طبعا ليك باركود لو هو مثلا هيتعامل مع باركود، بس طبعا العميل مش هيقول لك بتاع الباركود دي خالص لو ما اعرفش حاجه عن النظام، ومش هيقول لك يعني ايه كود الا اذا لما يكون منتج بيجي ورا باركود وهو بيتعامل مع الباركود ده، بيسجل في المدونه بتاعته او في الارشيف بتاعه في الورقه والقلم بيتعامل مع الباركود. لو هو بيتعامل مع الباركود هيقول لك ايه ده، انا كل منتج ليه باركود عندي. دي ايه؟ باركود عندي. في حاجة ممكن تاني تتعمل؟ في ممكن حاجة عايزها العميل نفسه؟ الفرع اللي هو العنوان، صح؟ الفرع هو سيبك من العنوان اللي هو المكان، مثلا فرع مثلا أول عباس، فرع أول مكرم، فرع كذا. في إيه تاني؟ تاريخ وصف. ها؟ تاريخ الشركة المنتجة؟ الشركة المنتجة. وطلعت بقى بمشي لي حاجه بيعملوها اللي هو 14 يوم تاريخ الاستبدال، المكان اللي انا بشتري معين. لا
اللي هو مثلا مده الارجاع، مده الاسترجاع. خلاص ده ممكن نحطها برضو، مده الاسترجاع مثلا او صلاحيه الارجاع. صلاحيه الاستبدال او الارجاع، الاستبدال ماشي. كم يوم هيبقى؟ كم يوم مثلا؟ كم يوم عشان ترجع؟ طيب شوف ها في بعض المواقع تدخل في بلاك كاش. ماشي، ده حاجه تانية ممكن نعملها. ما يعني هنضيفها، بس احنا بنتكلم على الاساس اللي هو عايزه. تمام، هو طبعا هيقول لي تواصل، فهيقول لي تواصل مع العميل والاداره، فهتبدا ايه هتكبر الموضوع شويه. تمام، نعمل اكونت عليه. بعض المواقع نعمل انت اكونت عليه. هو بص، ما هو هيقول لك بص العميل ده، هو هيقول لي العميل ده لازم عشان يخش الموقع بتاعي بيعمل ايه لوجن. فالعميل ده هيبقى ليه هنزود الوقت ايه حياه دفتر، في حياه هتزيد وقتي من غير ما تعرفش، هي هتزيد مع نفسها الوقت هيزيد، او مش على التريز ده الوقت باخد منه الريكويست الريكويرمنتس بتاعته. تمام، طيب لحد كده في اي مشكله فيه؟ احنا قلنا الدنيا كلها شبه بعضها في كل المشاريع صح. لو انا عملت كنترول يوم اهو ده سبته، هو سبته على جنب، ده راح فين المفروض؟ هنا ممكن اضيف واحد جديد، في زائد يعني بلس اضيفه، ده القديم وده الجديد. لو انا بتكلم بقى على حاجه تانية عادي، واحد قعدت معاه بيدير مكان زي ده، المكان اللي انا فيه ده في مكان للكورسات، فقعدت معاه قال لي بص انا عندي اكتر من كورس، اكتر من ايه؟ من كورس، في كورسات برمجه وكورسات كذا. قلت له اه، يعني انت عندك تصنيفات للكورس، انواع للكورس صح؟ في ايه؟ تصنيف الكورس، تصنيف. قال لي الكورس اللي بيجي معانا ده ليه طلبه بتيجي تحجزه، في ايه؟ طلاب. شايف هو بيقول لها طلاب بتيجي تحجزه، طلاب. قلت له ماشي، ادي الطلاب اللي بتحجز الكورس. قال لي الطلبه دي الكورس نفسه، بفوكس على الحاجه المهمه، بفوكس على مين؟ الحاجه المهمه. قال لي الكورس ده انا عندي فرع في اول عباس، فرع في اول الاكرم، فرع كذا. قلت له انت عندك فروع، عندك مين؟ فرو. بص هو مره يتكلم يقول لي بص احنا عندنا كذا كذا، وفي فروع هنا وفرع كذا وفرع كذا وفرع كذا. انت كنت كله مفتخر تكتب الكلمه، هو يستغرب ايه انا مره اتكلم عشان تكتب الكلمه واحده بس. تمام، فانت ماشي، قول له ماشي. تمام، المهم يبدا يقول لك ايه، والطلبه بتيجي ومش عارف ايه، وفي منهم ناس بتعجز وناس لما بتعجز ناس بتحب البرمجه وما يفهمش انت هتاخد منه ايه. ناس بتحب البرمجه في ناس بتعجز كورس البرمجه، وفي ناس بتحب شبكات، وفي ناس بتعجز كذا. انت من ضمن الكلام ده رحت قلت له عندك ايه انواع التصنيفات، في كورس الشبكات والله عامل 150 جنيه، وكورس الثاني عامل 200 جنيه، وكورس ده. فرحت قلت له ايه انت الكورس بتاعك ده عنده سعر. انت بص من ضمن الكلام، هو مره يتكلم كلام وانت في الاخر بتاخد منه كلمه واحده بس، من ضمن وسط الكلام ده كله. تمام، رحت اتكلمت معاه، راح بقى قال لك ايه، انا عندي الكورس ده ليه عدد ساعات معينه، مثلا الكورس ده مثلا هيبدا في شهر 7 يخلص في شهر 10، فبحط له وقت معين، او 140 ساعه او 150 ساعه الكورس المده بتاعته. فقلت له ايه مده الكورس، المده الكورس ده هيبدا في شهر 7 وينتهي في شهر 5، في شهر 7 وينتهي في شهر 12. فقلت له ايه تاريخ البدايه، تاريخ بدايه الكورس. طبعا بيقول لك انا ما اعرفش الكورس هينتهي امتى، فبتسيب ايه تاريخ النهايه او كذا، او بنحط له تاريخ توقع نهايه الكورس مثلا، يعني انت ما فيش حاجه تقدر تقول ان هينتهي بكذا بالظبط. تمام، طيب في ايه تاني؟ سعر المده، في ايه تاني في ضمن الكورسات اللي ممكن تديرها؟ الكورس ده بيتاخد في مكان معين، في قاعه واحد، في قاعه اثنين، صح؟ في نفس الفرع بس في قاعه واحد وقاعه اثنين وكذا. فقلت لي الكورس ده ان هو هيبقى في قاعه معينه، رقم كذا، رقم القاعه. الكورس ده في انستراكتور هو اللي بيديره، في ايه؟ انستراكتور هو اللي بيديره. قلت له ماشي انستراكتور. اللي هو المدرب. طيب واحنا بناخد الريكويست بتاع ده، تلاقي معظم الحاجات متشابهه بينها وبين مين؟ بين التاني صح؟ بس ده مختلف على حسب مين؟ العميل. ما هو عايز، هو بيديك معلومات وانت ايه؟ بتاخد. لو انا ضفت بقى كده واحد بلس تاني كده،
وجيت بتكلم على مثلا اللي هو المعمل التحليلي احنا اتكلمنا عليه انه معمل تحليلي. طيب الراجل بره يتكلم يقول انا عندي بعمل تحليل معمل تحليل في الدقي ومعمل تحليل مش عارف ايه واسمه مش عارف ايه وكذا وكذا والمعمل وخلي بالك الكورس ده المفروض ليه اسم احنا نسيده ليه؟ اي كورس ليه اسم؟ لا اسم غير تصنيف اسم مثلا ده فول ستاك ويب ديفلوبمنت تبع ايه؟ تبع البرمجه تبع الشبكات تبع داتا تصنيف اما اسمه ايه؟ ده الاسم بتاعه. طيب بنتكلم على موضوع مثلا اللي هو بنقول عليه اشعه معمل تحليل اشعه فالراجل لي قال لي مثلا عندي معمل تحليل قلت له معمل التحاليل او التحليل نفسها التحاليل راجل قال لي انا عندي اكتر معمل تحليل فرع كذا فرع رحت سحبته قلت له فرع قال لي في اكتر المريض بيجي اكتر يعمل اكتر من حجز او بيعجز او بيتصل او باخد منه رقم تليفونه فانت عارف ان في عميل فانت بتقول له ايه ان في هنا ايه عميل بيشتري او بيتعامل مع مين سميه مريض المره دي هنسميه مريض بقى المريض اللي هو اللي عايز التحليل ده قال لي بيدفع فلوس لكل تحليل بيختلف على التحليل التاني على حسب التحليل فقلت له يعني التحليل عندك مختلفه قال لي لا ده في تحليل كبد تحليل مش عارف يبقى في تصنيف لمين؟ تصنيف للتحليل ده تصنيف طيب قال لي في بيدفع فلوس مختلفه لان كل تحليل قلت له السعر بتاع التحليل قال لي التحليل ده ليه اسم مش عارف اسمه تحليل كبد تحليل مش عارف البلازما تحليل اسم يعني تمام على حسب ما هو عايز تمام قال لي احنا عندنا اكتر من فرع طبعا احنا قال لنا كده فاكيد في فروع قال لا المريض يتعامل معاه كذا السعر التصنيف قال لي التحليل ده مواصفات لي وصف لي تمام تاريخ حجز التحليل تاريخ التحليل نفسه تاريخ الاستلام بتاعه استلام قال لي بيطلع تقرير بنتيجة التحليل التقرير بتاع نتيجة التحليل انا اكتب له نتيجة التحليل والحاجات اللي هو بياخدها ممكن في حاجات احنا ما نعرفهاش كبزنس هو بيبدا ايه يدفعنا فانت كل معلومه من المعلومات اللي انت بتحطها في اي مشكله في ان انت تاخد ريكويست منه او ريكويرمنتس منه مفيش ودايما الدنيا ايه كلها واحد انت مسكت كده ومشيت ورحت ايه للشركه وقلت لهم ادي الريكويست بتاعتنا ايه وادي عديت على الراجل الثاني انت كنت بعت لي الثلاث اماكن ادي المكان الاول ادي المكان الثاني ادي المكان الثالث وبدانا ايه كذا ولو في اكتر من مشروع هتلاقي الدنيا كلها مش مختلفه معاك انت بتاخد منه معلومات وتحطها بس المعلومات دي لو ما استخدمتش بالطريقه الصحيحه ان احنا نمشي عليها بخطوات سليمه هتلاقي المشروع بتاعك ترمي في الزباله انت خدت اول خطوه حلوه اللي هي الريكويرمنتس تعالى بقى نمشي على الداتابيس دي عشان ننظمها صح فروح يقول لك ايه بص بقى لو واحد بقى عايز كروت اقول لك بص انا اعمل جدول يشيل الحاجات دي كلها وخلاص وجدول ده غلط تمام لان المنتج ممكن حجمه هيختلف من واحد للتاني فانت هتفضل تكتبه بايديك فانت هتفضل تسرب موضوع معقد جدا انت خلي بالك واحد ممكن يروح يقول لك ايه هو جدول في الداتابيس يشيل لك البيانات كلها تمام طيب تعالى كده افترضنا المنتج ليه صوره المنتج ده ليه ليه صوره مثلا على سبيل المثال ليه صوره رحنا خدنا البيانات اهي واحنا عايزين نصممها في الداتابيس فقلنا خلاص هو جدول واحد بس اللي هنعمله في الداتابيس يعني ايه جدول هنعرف يعني ايه جدول ورحنا جدول اهي حاجه كده استراكشر نحط فيه بيانات لو هو ليه صوره طب انا ممكن المنتج يبقى ليه اكتر من صوره صح فتروح تزود ايه؟ تقول له صورة واحد. ايوه وصورة اثنين، وصورة ثلاثة، وصورة أربعة. اديني هتبص قال لك اللي أنت شايفه ده مش جدول واحد، ده داتا بيس. هو إيه يعني إيه داتا بيس بقى؟ تعالى نتكلم عن داتا بيس. الداتا بيس هو مجموعة من الجداول لترتيب الداتا بتاعتك. لترتيب إيه؟ الداتا بتاعتك. لسهولة عملية الإضافة والحذف والتعديل. والبحث ترى حاجة
قلتش اي حاجه من انت بتقولها. اقول لك الداتابيز هي ملفات، هي ايه؟ ملفات، شويه ملفات. صلى على سيدنا. لو انا كاتب لك ورقه فيها شويه اسماء، اربع اسماء كده حلوين، محمد واحمد ومحمد وعلي، وقلت لك يا محمد واحمد ومحمد وعلي، وقلت لي بص محمد واحمد ومحمد وعلي دول، ركز معايا، دول خد الورقه دي يا علي، وقلت لك بعد شويه اشطب لي على محمد، هم مش اربع قدامك في فايل واحد؟ هتاخد وقت عشان تعزفه ولا هو مكتوب قدامك وتعزفه على طول؟ مكتوب قدامك على طول. راح الاربعه دول بقى 100، وقلت لك اعزف لي محمد، فانت هتبدا تدور في المية دول وتدور على محمد علي ده وتعزفه، صح؟ الموضوع خد وقت ولا ما خدش؟ خد وقت بس اكتر شويه من 100. ال 100 اسم دول بقوا 1000، فال 1000 دول عشان تمسح محمد هتبدا تدور فيهم. ال 1000 دول بقوا عدد مليون. وبقول لك امسح محمد احمد علي. هتعمل ايه؟ تمسح المليون. هل الاربعه لما كانوا اربعه خد وقت لما بقوا 100؟ هل خد وقت ولا زي 1000؟ طيب لو جيت كده يا علي قلت لك ال 1000 دول هبدا اقسمهم لك لفصول، 1000 واحد دول لفصول، فصل 1، فصل 2، فصل 3، فصل 4، فصل 5، فصل 6، فصل 7، فصل 8، فصل 9، وكل فصل حطيت لك فيه 10 10 10 10، وقلت لك ال 1000 دول بص علي امسح لي محمد علي اللي في الفصل رقم 5. هتعمل ايه؟ هتمسك الملفات بتاعتك اللي مكتوبين، ما مش هتدور على فيهم، انت هتدور على الفصل رقم كام؟ 5، ومن الفصل رقم 5 هتوصل لمين؟ محمد علي. صح؟ اديني مجال سهل. الفصول بتاعتك بقت اكبر واكبر واكبر، بقى مليون فصل. الدنيا بقت معقده ولا لا؟ بس عمليه التنظيم دي سهلت لك الدنيا ولا لا؟ انا الدنيا عندي لما تكون في حاجه واحده انا بتبقى مشكله، فانا ببدا ايه؟ اقسمهم واصنفهم. فاحنا بنقول الداتا بتاعتنا بنقسمها على جداول، والجداول دي نبدا نربطها ببعض، تمام؟ يعني مثلا كل صوره في دور يعني لا معرفش لسه. انا بس بتكلم على الداتا بيز بتاعتك. انا بقول لك ايه دلوقتي؟ لما يكون عندك حاجه وشويه ملفات بتاعتك كده، لما يكونوا اربعه ولا خمسه، مش سهوله البحث فيهم والتعديل سهل جدا. الداتا لما تكتر بتصعب شويه، تكتر اصعب شويه، تكتر اصعب شويه. طب لو قلت لك بص احنا عايزين حاجه تنظم لي الداتا دي، يعني مثلا ايه؟ انا مش هكتبهم في ورق، انا عايز برنامج، البرنامج ده اقول بص خد البيانات دي، اسمه احمد والاي دي والكود بتاعه 2 ومثلا وتاريخ ميلاده كذا وكذا وكذا، مليت البيانات الخاصه بمين؟ بالراجل العميل ده، وفضلت اعمل انسيرت اضيف، ضفت 100، ضفت مليون، ضفت 3، ورحت في الاخر قلت له بص يا برنامج انا كنت اعطيك حاجه من شويه، الاي دي بتاعها او الاسم بتاعه اسمه محمد احمد، انت كانسان كنت بتمشي عليه واحده علشان توصل لمحمد احمد، لكن انت عندك سيستم زي الداتا بيز اللي احنا هنتكلم عنه، قلت له بص انا كنت اعطيك حد اسمه محمد احمد اهو هتهلي. فهل الوقت اللي هياخده محمد احمد ده كبحث الراجل اللي هو الكاستمر عادي كانسان زي السيستم اللي هياخده؟ طب ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده زي ما انت كنت كاتبهم في ملفات، هو الداتابيس بيكتبهم في ملفات، بس هو عنده موضوع منظم شويه، بيقسم الملفات اللي كتب كذا اول ما يقول حاجه يروح ايه؟ يعلمه بعلامه يروح يدور عليه في الملف اللي هو حافظه عنده كذا كذا. انا عايز البرنامج ده، قال لك خلاص سطب عندك حاجه تمانج الموضوع ده، داتابيس مانج سيستم، داتابيس مين؟ مانج سيستم. طب في كذا حاجه بتمانج السيستم ده، اوريكل عامله برنامج اللي هو برنامج اوريكل يعمل الموضوع ده، مايكروسوفت سيكوال عامله داتابيس مانج سيستم، عامله اكس برضه فيها داتابيس مانج سيستم، في ماي سيكوال اللي احنا هنتكلم عليه في داتابيس مانج سيستم. هو مال هو ده ليه؟ ملفات بحط فيها بيانات ولما اعوزها بروح ايه؟ استدعيها، اروح كاتب له باسمها وكذا. طيب يعني عايز تقول لي ان هو بيعمل لي ملفات؟ طب انا كنت اكتبه في ملفات، بس الكتابة الملفات بتاعتك مختلف، فقال لي انت عشان تكتبهم في ملفات عندي صممهم. فاحنا عشان نروح نصمم داتابيز قلنا ما ينفعش نصمم على طول، احنا لازم نمشي بايه؟
الخطوات اللي هي دي كده. صممنا على ورق، صممنا على مين؟ على ورق. هل الداتابيز ده كده اتكريتد او مثلا بتصلح ان هي تتكريت، ولا الداتابيز كده بس اخدت المتطلبات بتاع العميل؟ عايز امسك المتطلبات دي واحده واحده واشوف هي كده مظبوطه ولا محتاجه تقسيم. يعني ايه تقسيم؟ يعني محتاج اسهل، اسهل على نفسي. يعني زي المثال اللي انا قلت لك ده بتاع الف، خمسه سته يعرف يدور فيه. لو بقى مليون قلت لك هيبقى يعني سرعه البحث هيبقى اقل. لكن لو انا قلت لك بص المليون دول رحت قسمتهم لك لفصول، مش سرعه البحث فيهم هتبقى اسهل شويه؟ هو برضو هنا في الداتا بيز مانج سيستم لما تكون الدنيا اكبر واكبر واكبر، لكن لو عنده الدنيا متقسمه وانت عطيله التقسيمه دي صح، اكيد هيبحث لك ايه؟ بسرعه شويه. فاهم قصدي؟ طيب احنا هنقسم الكلام ده، هنمشي على كام خطوه؟ ثلاث خطوات. الخطوه الاولى اسمها اللي هو كلهم يندرجوا تحت حاجه اسمها داتا بيز نورماليزيشن. داتا بيز نورماليزيشن ده علم لوحده يا شباب، علم لوحده. داتا بيز نورماليزيشن ده علم لوحده، حاجه كده خاصه بنفسها. طيب اول حاجه اتوميك، اول حاجه ايه؟ اتوميك. ثاني حاجه اللي هو اندبندنسي. ثالث حاجه اللي هو ريليشن. سيبك من اللي انا قلته ده، تعالى الرسمه اللي احنا رسمناها دي فيها مشكله؟ اللي تاخد متطلبات من فيها مشكله؟ الرسمه الثانيه دي فيها مشكله؟ الرسمه الثالثه دي فيها مشكله؟ اي مشروع هتيجي تاخد منه طلبات بنفس الطريقه مش هتلاقي فيها حاجه. احنا دلوقتي بناخد طلبات من العميل يا حسام عشان تلبس معانا، بنشوف هو عايز ايه وبفوكس على الحاجه المهمه عنده وبشوف ايه المواصفات بتاعتها ايه؟ عن المنتج هيبقى سعر الاسم لفرع لباركود لكذا وكذا، وببدا ايه؟ اوضح الحاجه دي كلها. تمام؟ انت هتسمع الفيديو مش هتلاقيه فيه مشكله. في مشكله كده؟ طيب. فعلشان امسك الداتابيز دي واكريتها بتعدي على مرحله اسمها داتابيز ايه؟ نورماليزيشن. داتا بيز مين؟ نورماليزيشن. الداتا بيز نورماليزيشن هم ثلاث حاجات لسه كاتبينهم من شويه، مش عارف راحوا فين بس ايه؟ مسحوا؟ طيب. بس هو الشاحن بس؟ حط الشاحن. انت عاوز الشاحن؟ لا 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 انا بحط لك لا معايا شاحن. معايا 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 واحد. انت هيستكي لك من سهران ده ولا ايه؟ طيب ركزوا معايا في اللي هقوله ده يا شباب، لان هو الموضوع سهل خالص هيخلص في خمس دقايق ورا، بس الموضوع مهم جدا. اتوميك. اتوميك يعني ايه اتوميك؟ ذره ذره، حاجه ذريه. بص اتوميك انا اجي اكتب قدامك كده الموضوع ان هو اتوميك. انا بص اكتر حاجه بتضايقني ان انا اكتب على الرسام، احب الصبرون، هموت على السبوره. بص على السبوره في بص ببدا هنا مش عارف مش عارف مش عارف اركز في الشرح ولا اركز في الكتابه، بس ايه الى حد ما علشان الناس اللي قاعدين. اتوميك. ايوه. اتوميك يعني ذري. يعني ايه ذري؟ اول حاجه تعملها بعد ما بتاخد متطلبات العميل تمشي على كل واحده من دول بتشوفها اتومك ومش اتومك. طب هو كل واحده من دول هما؟ اقدر اقول كده بس على السبوره حته بس صغيره كده. احنا الجدول في الداتابيز، بص احنا عندنا حاجه اسمها داتابيز. داتا مين؟ داتابيز. الداتابيز دي الحاجه اللي انا عايز اكريتها، الحاجه اللي انا عايز ايه؟ الداتابيز دي بتتقسم، انا لسه جاي لك انا شويه، الى ايه؟ ملفات، صح؟ بيقسمها ليه؟ بس احنا الملفات دي بنسميها جداول، بنسميها جدول. اسالك سؤال، هو انا لو عندي مثلا مدرسه وعندي بيانات للفصول وبيانات للطلاب وبيانات للمدرسين وبيانات مش عارف للمباني وبيانات لعدد المباني مثلا، لو انا قلت لك ايه؟ تعالى كده في ملف واحد نكتبهم كلهم، بيانات المدرسة مع بيانات الطلاب مع بيانات كذا كذا كذا. عملية البحث في الحياة دي كلها سهلة ولا لما أروح أقول إيه؟ بص أنا عندي بيانات المباني في فايل لوحده، بيانات الطلاب في فايل لوحده، بيانات أولياء الأمور في فايل لوحده، بيانات مثلا المواد أو المواد الدراسية في فايل لوحده.
لما تيجي تبحث عن ماده معينه الاسهل ليك ان انت منظمه في ملفات ولا الاسهل تبقى كله في ملف واحد؟ فاحنا الملفات اللي احنا مش هنقول عليها ملفاتنا، هنقول عليها تيبل. هنقول عليها ايه؟ تمام؟ يبقى كل ملف هو تيبل علشان ارسمه في الاول قبل ما كانت في الداتابيز برسم على ورق بعمل بالشكل ده. شكل المستطيل، بعمل بشكل ايه؟ المستطيل، الشكل ده اللي انا رسمته بس انت ما خدتش بالك بيه. ده اسمه جدول، اسمه ايه؟ تيبل، بنسميه تيبل. او بنسميه انتيتي، بنسميه انتيتي، عنصر، جدول، ملف، صح؟ كيان، كيان، انتيتي او كائن او كائن. كل واحد بقى اعمله بالشكل المربع ده، وانا على ورق، انا داخل على ورق، خلي بالك، او على برنامج زي ده. في مشكلة في كده؟ والكيان ده مثلا انا عندي طالب في مدرسة، الطالب ده كيان ولا مش كيان؟ ليه خصائص ولا مالوش؟ ايه الخصائص بتاعته؟ اسمه، الفصل بتاعه، رقمه، رقم جلوسه، الحاجات، تاريخ ميلاده، دي كلها خصائص. اللي الخصائص احنا اتكلمنا عنها قبل كده في يمكن في الجافا سكريبت، قلت لك مثلا عندي استماره فيها ايه، ده ايه خصائص، صح؟ الخصائص دي بنسميها اتريبيوت. اتريبيوت زي ما كنا بنتكلم، صح؟ بنروح نطلع من الكائن شكل دايره كده ونقول ده خاصيه منه، وده وده اللي احنا عملناه بس انت ما خدتش بالك منه، ان المنتج ليه شويه ايه؟ خصائص. الكتيل ايه؟ المنتج ايه؟ خصائص. يبقى الخصائص يندمج يحتوي على عليها مين؟ المنتج. في مشكله في الموضوع ده؟ يبقى انا لو عايز انظم الدنيا يعني اكاديتي الداتا بيز دي، يبقى انا عندي كام تيبل دلوقتي؟ اللي انت شايفه دلوقتي قدامك كام تيبل؟ ايه يعني كام تيبل ده؟ تيبل واحد. بس في خصائص ايه؟ كتير. وانا ارجع انا شويه كده قلت لك انت عندك لو البيانات بتاع الداتا بيس بتاعتك في جدول واحد، يعني مثلا شويه قلت لك ايه؟ تعالى بيانات المدرسه، بيانات الطلاب مع بيانات المباني مع بيانات المدربين مع بيانات المدرسه مع بيانات الدرجه بتاع الطلاب مع بيانات المواد اللي عندك، لما احطهم كلهم في فايل واحد الاسهل ولا لما ابص بيانات الطلاب لوحدها؟ بيانات الفصول لوحدها، بيانات مين اللي اسهل؟ في عمليه البحث وعمليه الحذف وعمليه التعديل وعمليه السيرش، مين اللي اسهل؟ يعني اللي انت شايفه ده مش صح، بس هو يحتوي على معلومات برضه. نقدر نقول ايه؟ ده الاساس. نقدر نقول ان هو عايز يتحسن، عشان ما ينفعش نقول عليها حاجه غلط، لان هو في مجموعه المعلومات وهي معلومات عندك يا عم هتاخد وقت بس موجوده. يعني مثلا زي ما يقول لك ايه، انا مثلا ايه، انا قاعد في محل، المحل ده المفروض ايه مطلوب مني ان انا هكتب كل حاجه بحتها، كل حاجه ايه بحتها. فانا رحت ايه جبت كشكول، رحت كتبت ايه في اول الصفحه، تمام، بحت كذا، ورحت بعدها ست اربع خمس ورقات ورحت كتبت ايه بحت كذا، بحت كذا، بحت كذا. الراجل اللي بيقول لي عم ده احنا بنقسم جدول كده ونكتب ايه تحت بعضيه علشان اقدر احسبه واعمله واعمل جمع، عمليه ايه؟ جمع، اشوف انت بحت بكام النهارده؟ اقول له يا عم مكتوبين عندك اهو في كشكول اهو، بس انت قلب ايه؟ خمس ست ورقات هتلاقي ايه؟ بحت بكذا، بحت بكذا. الراجل يفضل يقلب عشان ايه؟ ويروح يظبطهم ويروح يحطهم ايه؟ في جدول ويقسمه عشان يعمل حسابات. هو اللي كان عامله غلط ولا كان عايز يتحسن؟ ما هو بياناتك مكتوبه، بس انت دور بس وادعم. انا كذلك بتاع المدرسه، الراجل اللي هو البيانات المدرسه كلها موجوده عندك، اي ماده هتدور عليها هتلاقيها موجوده، بس انت دور بس. نقول الاسهل. التحسين. يبقى هنا ده ما اقدرش عليه غلط، بس محتاج ايه؟ يتحسن ان انا اقسمه. طب التقسيم ده اقسم بمزاجي؟ قال لك عشان تقسم هو مش عمليه فهلاوه وخلاص، الناس اللي جاب لنا حطوا لنا قواعد، حطوا لنا طريقه. قال لك احسن طريقه تمشي بيها كده، عارفين الام في سي اللي احنا اتكلمنا عليها؟ هل هي دي لغه؟ ولا طريقه الناس اكتشفتها قال لك ده كويس؟ ففي الداتا بيس في علم اسمه داتا بيس نورماليزيشن، احنا هنمشي على كام حاجه؟ ثلاثة. هنبدا نمسك كل واحد، قال لك انت بعد ما تمسك كده، بعد ما عملت كده، انا عندي كام كائن دلوقتي؟ واحد. عارف الواحد ده بعد ما يمشي على الثلاثة ممكن تلاقيهم 20 واحد، ممكن تلاقيهم 19، ممكن الداتا بيس عندك تبدا بخمسة
خمسة بس على بال ما تخلص تلاقيهم 65 جدول. ليه؟ انت مش بتحفظ، انت ماشي بعلم، ماشي بكذا، هتلاقي الموضوع سهل جدا. بس انا عايز اقول لك ايه، ان الاساس هنا اهو، نبدا نمشي على الاساس ده مرحله مرحله مرحله. اول مرحله ايه يا مين؟ اتومك. يعني ايه اتومك؟ ذري. يعني ايه بقى؟ تعال نقول بقى، قال لك انت كل خاصيه من الخصائص اللي عندك دي تحتوي على معلومه فقط، يبقى كل خاصيه من الخصائص دي تحتوي على معلومه فقط. طب لو لقيتها ما تحتويش على معلومه فقط يا باشا، قال لك افصلها في جدول لوحدها. لا ارجع تاني كده، كل معلومه كل فيلد او كل اتريبيوت، دي مش سماها اتريبيوت، كل اتريبيوت من اتريبيوتس او كل خاصيه من الخصائص دي تحتوي على معلومه ايه؟ واحده. ولذلك سميناها اتومك. سميناها ايه؟ اتومك، حاجه ذره واحده فقط ما تشغل ايه؟ معلومه. ورحت مسكتهم واحده واحده. انا اسالك يعني ايه تحتوي على معلومه واحده بس؟ يعني حاجه بص واحده بس هي خلاص، مثلا واحده مش شايل معلومتين، مش شايل ايه؟ معلومتين. اعرفها لما اجي اتكلم دلوقتي معاك بقى. هقول لك مثلا اسم الكورس اتومك ولا مش اتومك؟ يعني ايه اتومك ولا مش اتومك؟ يعني اسم الكورس ده يحتوي على معلومه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا معلومه واحده بس؟ لا معلومه واحده. اتوم اسمه، هل في اكثر من حاجه؟ في اكثر من كورس. انا مش قصدي انا نفس سيبك من الكورس، المنتج ده ما هو نفس الكورس، انا بتكلم على منتج مثلا، بتكلم على منتج. المنتج ده اللي هو اوبو ايه 37، ده اوبو ايه 37 اسمه كده. الاسم ده شايل اكتر من معلومه ولا معلومه واحده بس؟ هو اسم واحد بس. ماوس اسمه ماوس، هل ده شايل اكتر من معلومه ولا معلومه واحده بس؟ معلومه واحده بس. فاهم قصدي؟ معلومه واحده بس. تمام. طيب بتكلم على تيشيرت مثلا، ما هو منتج. التيشيرت ده اسمه مش عارف، حد عارف بولو مثلا او اي منتج كده مثلا، او زارا، اسمه زارا 55 او زارا، اسم واحد بس، اسمه هو اسمه كده. قميص مثلا معين، ليه محدش حافظ اي منتج اسم منتج خالص؟ ها؟ لا اسم منتج، يعني مثلا القلم ده اسمه مثلا اسم مثلا ليه اسم مثلا وايت بورد مثلا، ايه هو اسمه كده؟ هل يحتوي على معلومه واحده بس ولا معلومه واحده بس؟ صح؟ ايفون. تمام؟ معلومه واحده بس، لا اسمه مثلا تليفون ايفون اسمه واحده بس، معلومه ايه؟ واحده بس. طيب السعر في كم معلومه؟ سعره الاول القلم ده ب 5 جنيه، هتحطه قدامه في الداتابيز ايه؟ 5 جنيه، هل يحتوي على معلومه ولا اتنين؟ معلومه. ببدا اعمل عليها صح؟ عليها صح. تمام كده؟ المنتج، خلي بالك انا بتكلم على المنتج ليه اسم، المنتج ليه سعر. تعالى كده بقى اعمل جامب للفرق، مثلا الفرق، المنتج والفرق. ايه؟ المنتج ده موجود في فرع واحد، صح؟ موجود في فرع واحد، صح كده؟ طب هو عنده فرع تاني، فرع تالت، فرع رابع. يبقى المنتج الواحد احتوى على اكتر من معلومه، لان المعلومه الاولانيه ممكن يبقى فرع واحد، ممكن يبقى فرع اتنين. زي واحد التليفون. صح كده، صح. يعني مثلا احنا لما نجي لها دلوقتي، هنجي لها عند العميل هنا دلوقتي، معناها بتختلف. بص يا شباب، معلومه واحده يعني ايه؟ المنتج ده ما بيختلفش من نفس المنتج. بص، نفس المنتج ما بيختلفش. يعني مثلا المنتج ده هو منتج تيشيرت، سعره ثابت ما بيختلفش، هو تيشيرت اسمه كذا، فهو سعره هنا زي في المحل ده زي في المحل ده، هل السعر بيختلف؟ طب لما اقول لك المنتج ده اللي هو ده اللي هو القلم ده، وانا عندي اكتر من فرع، المنتج ده الفرع بتاعه مش ممكن يبقى قدامه فرع واحد؟ ممكن هو نفس المنتج موجود في فرع اتنين. يبقى الفرع هنا في معلومه ولا اكتر من معلومه؟
اكتر المعلومه، لان لنفس المنتج هو نفس المنتج اختلفت المعلومه، اختلفت المعلومه الخاصيه بتاعتها اختلفت من نفس المنتج، يعني منتج واحد الخاصيه اللي جواه اختلفت يعني كان في فرق واحد، بقى فرق ايه؟ في فرق واحد ممكن فرق اثنين، لكن السعر بتاعه واحد. الاسم بتاعه هو اسمه هنا في الفرع ده اسمه كذا، اروح في فرع تاني اسال سؤال، الباركود بتاع ده واحد هنا وهنا. عرفت يعني ايه اتومك؟ يعني حاجه ثابته خاصه بيه هو يحتوي على معلومه عدسه. رحت عملت ايه؟ قلنا احنا لو هو مش اتومك اعمل ايه؟ افصله في جدول الوعد، افصله في جدول ايه؟ يبقى هنا اشطب على الخاصيه دي وافصلها في ايه؟ اول حاجه جابلتنا اهو، همسك الفرع ده واقول له تعالى يا فرع كنترول اكس، انت كده ده المفروض تترحل وتبقى ايه؟ حاجه لوعدك بس. المفروض اقدر اغير المقاس بتاع ده، اخلي السايز بتاعه اخليه A3 ممكن عشان اكبره شويه، في السايز اه A3 في A3 اهو كبرته شويه اهو، ممكن اقول له كنترول A اركن ده على جنب كده شويه. احطه في النص عشان هو يبدا يطلع منه حاجه. قلنا ايه؟ الفرع نمسحه، مسحناه، بعد ما مسحناه هنحط جوه مستطيل لوعده، صح؟ لان احنا قلنا المستطيل ده عباره عن ايه؟ جدول. رحت قلت له هات جدول وقول له دي مين؟ عم ده مين؟ الفرع. وامسك الفرع، انت محتاج في الفرع الخصائص بتاعته بقى، مش المنتج ليه، مش المنتج ليه خصائص، الفرع ليه؟ ايه الخصائص اللي عايزينها في الفرع؟ قال لي ده انا مطلوب مني، كان الامين بيقول اسمه، اسم الفرع اسمه، اول الفرع ده مش عارف ليه اسم، بس عنوانه ايه؟ اول عباس، اول مكرم، تليفون اللي موجود في الفرع، صح؟ تمام؟ ولو عايز اعرف الموظف اللي شغال هناك في الفرع، صح ولا لا؟ صح كده؟ رحت قلت له ايه؟ ده في خصائص، الخصائص بنعملها بشكل ايه؟ الخصائص بنعملها بشكل دايري، صح؟ فاقول له ايه؟ ادي اسم الفرع، الاسم. خلي بالك عشان الدنيا تكبر، بس لما بتكبر وانت مبني على اساس علمي مش هتتعب. ادي الاسم، عايز منه ايه؟ عايز منه العنوان. عايز منه ايه؟ رقم التليفون. ممكن الفرع يبقى اكتر من موظفين. رقم، صح؟ هنجي لها دلوقتي، لما نروح لها هنمشي عليهم بليه؟ بالتلات حاجات، احنا لسه في الاتومك. الاسم، العنوان، رقم التليفون، عايز منه حاجة تانية؟ عايز بص. ايه؟ أنا عايز العنوان ايه؟ الموظف اللي موجود فيه وخلاص، الموظف. مفيش شتات. ايه؟ ماشي، مش هنخش في تفاصيل أكتر. عايز ايه بس؟ عايز المدينة اللي موجودة فيه. هتقول لي ده في العنوان، اقول لك انا محتاج المدينه اللي وعدها مثلا عشان اعرف اللي موجودين في القاهره كذا كذا. طيب، او سيبها كده، خلي العنوان. هنجي لها وهنعمل كل حاجه فيها حلوه. الفرع كده فصلته، اصبح بقى عندي كام جدول؟ اتنين. امسك بقى السعر خلاص كذا، تمام. طيب تعال الباركود، اتومك ولا مش اتومك؟ طب الحمد لله اتومك، اركن على جنب، اركن. التصنيف اتومك ولا مش اتومك؟ مش اتومك. الراجل بيقول كلام مظبوط، مين اللي بيقول مش اتومك؟ بتقول مش اتومك على اي اساس؟ عشان هو بيكون فيه اكتر من نوع. انا القلم ده تبع ادوات مكتبيه هيختلف ان هو ادوات مكتبيه او قلم رقم كذا. التصنيف بتاعه تبع ايه؟ تبع ادوات مكتبيه. هل اختلف؟ خلاص هو تبع ادوات مكتبيه. هل اللي هيجي في مره من المرات هيبقى تبع احذيه؟ مش تبع احذيه. هو كلامك يمكن انت عشان عارفه انه هيتفصل، بس مش هيتفصل الراضي، مش هيتفصل في المرحله دي. ده احنا عندنا كام مرحله؟ ثلاثة. هو مش هيتفصل في المرحله دي، هيتفصل في مره ثانيه. يمكن انت لاحظت، يمكن وانت بشغلك في الكليه والكلام ده كنت بتفصله،
تعمل التصنيفات لوحدها، بس احنا مش عايزين نمشي كده، احنا عايزين نمشي باساس علمي. هل هو مع ارجع بقى كده اتومك ولا مش اتومك؟ المنتج ليه تصنيف، هل التصنيف ده في المنتج بيختلف؟ يبقى اتومك ولا مش اتومك؟ مقتنع باللي بتقوله ولا لا؟ حد مش مقتنع باللي احنا بنقوله؟ لازم تبقى مقتنع. يبقى ده ايه؟ اتومك صح؟ طيب الصوره اتومك ولا مش اتومك؟ اتومك ومش اتومك. ايه الفزوره دي؟ اقول لك بص، الصوره المنتج لو انا بعمل موقع وعايز احط صوره يبقى اتومك صوره واحده. طب لو عايزين نحط صوره من الجنب ده والصوره هو بالظهر والصوره هو معمول كده يبقى عندي كم صوره؟ يبقى انا عندي للمنتج واحد اكتر من ايه؟ طب لو عندي خمس صور اكتر من صوره. يبقى على حسب بقى في الحاله دي انت اللي بتقرر المنتج بتاعك على الويب سايت بتاعك تحط له صوره ولا اتنين ولا ده ده. لو تحط له اكتر من معلومه يبقى ايه؟ اتومك. يبقى لو صوره واحده هتبقى ايه؟ طب لو مش صوره، لو اكتر من صوره. وده كانت مشكله بتقابل الناس، يقول لك ايه؟ انا عايز ارفع للحاجه عندي مثلا بيتعامل مع داتابيز، عايز ارفع للمنتج اللي عندي اكتر من صوره. عارف اللي كان بيحصل يا حسام؟ يروح يعمل لك ايه؟ انا عندي المنتج ليه صوره، وراح يعمل لك ايه؟ صوره. راح طلب منه في الشركه ان هو عايزين يرفع اربع صور. يرفع كم صوره؟ اربع صور. عارف كان بيعمل ايه؟ يروح يزود خصائص، يقول لك صوره رقم واحد، صوره رقم اثنين، صوره رقم ثلاثه، صوره رقم اربعه. كده ايه؟ عامل ايه؟ هو حل المشكله بتاعته غلط، حل المشكله بس غلط. ليه؟ لان هو راح زود خصائص. زود ايه؟ خصائص. حط في الفيلد دي صوره واحد، حط في الفيلد دي صوره اثنين، حط في. هو لو فكر تفكير صح قال لك ايه؟ انا عندي منتج وليه صور، يبقى الصور دي مش اتومك، انا افصلها في جدول واحد ويحط الصور في جدول كان ارتاح. ما انت الجدول ده تقدر تحط فيه 100 صور. فاهم قصدي؟ براحتك، مفتوحه الدنيا. فهنا الصوره هنا لو هي مش اتومك تعمل ايه؟ افصلها احطها في جدول ايه؟ واحد. معايا؟ يبقى الجدول بتاعي محتاج افصل ده، بدل ما هو بقى خاصيه روح ايه؟ واخده ايه؟ كات مسحه واعمل ايه؟ جدول تاني. الجدول اعمله ازاي؟ اسميه بقى صور او ايمج. الصوره ده عايز تتخزني عنها؟ انا والله مش محتاج منها حاجه خالص غير اسم الصوره، او مش لازم اسمها، المسار بتاعها على الديسكتوب او مسارها على الجهاز، او الصوره نفسها. الصوره نفسها، الصوره نفسها. تمام؟ تمام؟ في مشكله كده؟ مش محتاج على حاجه على الصوره، صورتها بس. في مشكله كده؟ تمام كده؟ الصوره نفسها. وقلت له خلاص اركن كده على جنب وتعالى هنا على جنب. بقى ايه؟ جدول واقعده احط فيه الصوره. قلت له ماشي ارجع. التصنيف قلنا اتومك، الصوره وحشنا الحجم. اتومك ولا مش اتومك؟ الراجل بيقول كلام مظبوط. الحجم. هيفضل واحد؟ يا راجل انت مش ساعات بتقول له انا عايز من القميص ده ميديم، انا عايز من القميص نفس القميص، عايز منه سمول، نفس القميص. انت مش مركز معايا يا راجل. انا بص، الاتومك يعني معلومه مش هتتغير في المنتج الواحد، مش هتتغير في المنتج الواحد. طيب انا هعدي الحجم عشان قلناه. انت يا علي، اشوف الناس بس فاهمه، اللون اتومك ولا مش اتومك؟ ليه؟ نفس المنتج في اكتر، مش محتاج يا ابراهيم. يعني هي اتومك مش اتومك دي حاجه ايه يعني؟ تبقى سهله تستنبطها ولا صعبه يا حسيني؟ طيب يبقى الحجم هنا اتومك ولا مش اتومك؟ مش اتومك. يبقى هناخده ايه؟ ونفصله واجيب ايه واقول له مين؟ السايز الحجم. احنا خلي بالك بدانا بيها بكام واحد؟ بيوت واحد، بجدول واحد. الدنيا هتكبر. انت عايز من الحجم ده؟ والله انا عايز الحجم ده مثلا ميديوم سمول، صح؟ يبقى الاسم بتاعه، الاسم بتاع الحجم مثلا. وساعات ساعات بعض من الناس بيعملوه بعلامه بدل الاسم، بدل ما يقول لك ميديوم ولا كذا يقول لك ام،
يبقى العلامة، العلامة بتاعته صح كده. وساعات الناس بتظبطه برقم، رقم يقول لك مقاس 38، مقاس 36، مقاس 34، صح؟ رقم. في مشكلة في العلامة ده؟ طيب ماشي، دول كلهم اتوميك. خش على الشركة المنتجة اتوميك، لان مثلا الناتج ده شركة، شركة واحدة. المنتج الواحد الشركة المنتجة ايه؟ واحدة خالص خاصة بيه. المنتج الواحد ده شركة بس اللي بتنتجه. واحد يقول ايه يا عم ده سامسونج بتنتج؟ لا، بتنتج منتج اسمه مختلف عن الاسم، مش نفس المنتج. المنتج ايه؟ تاني. فهمت ولا لا؟ ايوه ايوه تمام. بس انا بقى عندي سؤال، يا عم احنا ما نخش في تفاصيل، احنا دلوقتي بنتكلم على داتا بيز، بنقسم اتومك مش اتومك. في شركه، في شركه بت 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 بتصنعه، في شركه بتروح الصينيه بتركبه، في شركه خلاص بقى زود خصائص، تقول له ايه؟ الشركه المنتجه، الشركه المركبه، الشركه البائعه. يعني انت ايه؟ هتزود خصائص في الايه؟ في المنتج بقى. بس احنا التفاصيل دي كلها العميل مش عايزها، هو بس عايز اعرف مين اللي انتجه. لكن انت هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ مثلا ايه؟ بكتب ايه؟ صناعه في الصين او تركيب في الصين، بس هو الصناعه مش صينيه. فانت بقى هتزود خصائص، كنت هتبقى ايه؟ يقول له الشركه المصنعه بقى، تمام، او الشركه ده اتومك. روح يركن على جنب. اللون احنا لسه جايلين دلوقتي شويه، لسه جايلين على شويه. اتومك ولا مش اتومك؟ سهل ولا صعب اللي انا بعمله ده؟ بس بعلم، ده هيريح جدا فيك. انت تيجي على الداتابيز هتبقى جدول واحد يعني زي ما احنا كريتنا. طيب ده هيريح جدا جدا. اللون هيبقى انا محتاج ايه في اللون؟ اسمه. ساعات بحتاج الدرجه بتاعته، غامق اسمه اصفر، بس اصفر غامق، اصفر ناجي، اسمر مش عارف ايه الدرجه بتاعته. فانا محتاج اسمه مين والدرجه بتاعته. المهم سيبك من ان هو كبر ولا صغر، احنا بنفهم داتابيز دلوقتي. ساكن بس انت فاهم اللي احنا بنعمله ولا لا؟ اسمه دي مين؟ الدرجه. خلي بالك يا عيال، في ناس بتعمل ايه؟ ايه تعال هوب انا اعمل داتابيز للمدرسه، هوب في طلاب، في هم عارفين ان في طلاب هناك، عارفين ان في مدرسين، عارفين هوب اعمل ايه؟ المشروع بتاع مترم في الزباله، تعال اعمل مشروع للمدرسه للمستشفى، بص ده في دكاتره، في مرضى، في بتاع. انا فاهم او حافظ ان في الحاجات دي كلها. بعد ما اعمل المشروع يلاقي ايه؟ ارمي. هو مش فهلوه الموضوع، مش الموضوع. لو انت معاك حاجه ستاندرد بتمشي عليها بتريح، بترتاح جدا، تمام. في مشكله في اللي احنا بنعمله ده صعب ولا سهل؟ سهل. طيب محتاجين هنا صلاحيه الاستبدال، اللي هو تاريخ الارجاع ده. اتومك ولا مش اتومك؟ ليه؟ طيب المنتج الواحد انت عاطيله مده صلاحيه، مده ارجاع استرجاع، اللي هو اللي ضافها لنا الراجل الطيب ده، مثلا على 14 يوم. خلاص هو المنتج ده 14 يوم. المنتج الثاني لا، على طول انا بتعامل مع المنتج واحد. ما هو لا، ما هو تومك يعني منتج واحد، انا بتعامل مع المنتج ايه؟ الواحد. فاهم انت؟ طيب يبقى صلاحيه مدوله 14 يوم، خلاص اما بعد 14 يوم ينفع يرجع، بعد 14 يوم ما ينفعش بقى تومك. طيب تاريخ الانتاج، تاريخ الانتاج للمنتج، هو التاريخ الانتاج بتاع ده هو تاريخ 12/12، اختلف ولا تاريخ الانتاج؟ اتوم. طيب تاريخ الصلاحيه، وصف. ليه يا ابني؟ وصف وصف بوصف البتاع ده، النوع بتاعه، صفته. ماشي، ما هو حاجه واحده للمنتج. يعني المنتج ده معروف ان هو اسمه كذا، خلاص هتحط عليه الاسم والوصف واللون. الاسم والوصف واللون، انا شايف ان الوصف هو اللي بيكون فيه حاجه مثلا ملاحظات، ملاحظات مثلا، ملاحظات، ملاحظات مثلا، بكتب ملاحظات. الوصف ده يعني ملاحظات، نوتس. النوتس بتاعتك دي كانت كمنتج، يعني مثلا النوتس بتاع المنتج ده ان هو مثلا 13 و6 و5 شات وصفات كده. هو بتاع المنتج بيشيش بس، تمام. لو انت كنت بتتعامل معاه ان هي بص، هو بيفكر تفكير ارقى منه شويه،
يعني يقول لك بص ممكن الوصف يتحط فيه كذا حاجه مع بعض، ممكن الوصف ده هو منتج واحد بس المنتج ده اقول له لونه كذا شكله كذا وكذا كذا، فالحالي ده افصله. بس انا بقول لك لو المنتج ده شويه ملاحظات بكتبه، فالملاحظات دي خاصه بالمنتج ده فقط، مش محتاج ايه ان افصله. بس كلامك لو انت عايز تفصله كنت هتفصله تمام، بس انا مش عايز افصله لان هو كلام ملاحظات عن شط نوتس كده ما بيختلفوش من منتج لمنتج تمام. طب يعني مثلا ان هو رديء في السوق، ما بيتباعش كتير، كويس حلو، ده ملاحظات يعني حاجه خاصه بيه. العميل اتومك ولا مش اتومك؟ حد يقول لي المنتج الواحد اللي هو ده ممكن عميل يجي يشتري المنتج ده، هو نفس المنتج يجي واحد عميل تاني ايه يشتري نفس المنتج، بس انا عندي من المنتج اكتر من واحد. بس العميل ده اللي هيخش اساسا العميل يشتري ده ثابت عليه، ماشي هفصلها، ما انا هفصل الضغط اطلع منه اتريبيوتس. بس انا بقول ايه ان المنتج الواحد هل عميل بس بشيل اكتر من معلومه، لان المنتج ممكن ايه اكتر من عميل، يبقى ده اعمله ايه؟ مستطيل اللي هو جدول تاني واسميه مين؟ احنا محتاجين من العميل اسم ورقم تليفون، انا محتاج منه اسم الاسم، محتاج منه ايه؟ رقم التليفون، محتاج منه العنوان بتاعه، يطلب السن عشان يعرف التارجت بتاعه. خليه تلف يعني، شوف بعد كده لما انت لما ينزل موديل جديد او موديل جديد يبعت له على الايميل بتاعه يقول له في عرض كذا. طبعا لو راجل كبير مش هبعت له عروض بالحاجات الشباب مثلا تمام، ماشي. ده بالنسبه مثلا واحد بيتكلم على محل ملابس، ده بالنسبه لتيشيرت واحد، انا كل حاجه بكل صنف جوه. لا ما خلاص انت اللي الكلام ده اتعمم على الكل، لا هو ده يشيل الدنيا كلها. ما احنا بنعمل تدريس ليه؟ تدريس خلاص تيشيرت واحد ايه؟ احنا مش عاطين. لا 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 انا بقول لك بمثل لك بس، انت كده بقى في الاسم بتاعه هيتعمل ويمشي على كل هيبقى جدول كده، تكتب الاسم مثلا النهارده تكتب موبايل، تحت تكتب تيشيرت، تحت تكتب كذا، خلاص داتابيس تشيل بقى الداتابيس كلها. فاهم اللي احنا بنعمله ده؟ طيب احنا عملنا ايه؟ قسمنا كده. في الحاله دي بقى كام جدول؟ واحد اثنين كان كده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحنا ماشيين على كام؟ أول واحدة واحدة بس. لسه قاعد الثلاث خطوات التانيين، قاعد كام خطوة؟ ثلاثة. والمشروع اثنين، احنا هم ثلاثة ماشيين على اثنين، والمشروع بتاعنا كان صغير مش كبير ما كبرناش. كمان ده لو كمان قاعد مع عميل بقى عايز تفاصيل أكتر، يبقى التفاصيل أكبر وأشمل وأعم، صح؟ تمام؟ في مشكلة في الأمر ده؟ قال لك بعد ما تخلص الاتوميك تخش على الحاجه الثانيه ديبندنسي دي بين دي بندنسي. انا عايز انها تكون اندبندنس مش مستقل، مش ايه يعني ايه اندبندنس يعني مش اندبندنس؟ انا اعرفها لما نيجي نتكلم عنها. تيجي تمسك كل اتريبيوت انا همشي عليهم واحده واحده، ترجع لهم تاني، تمشي بقى خلصنا الاتوميك، تمشي الساعه هو اتوميك واضح احنا كنا ماشيين عليه انه اتوميك. اندبندنس ولا مش اندبندنس؟ يعني ايه اندبندنس مش اندبندنس؟ يعني المنتج بتاعي جه بالسعر بتاعه ولا السعر كان موجود وبعد كده المنتج جه، ولا السعر بيجي بالمنتج؟ السعر والمنتج حاجة ريليتد ببعض، مرتبطين ببعض، مش مستقل، لازم يكونش مستقل، مش مستقل، يعني السعر ده ما يكونش مستقل، يبقى كل خاصية من الخصائص دي ما تكونش مستقلة، لازم تكون مش مستقلة، يعني مش مستقلة؟ يعني السعر مرتبط بالمنتج، السعر مرتبط بإيه؟ بالمنتج، يبقى المنتج جاي بسعر، جاي ومحطوط عليه السعر بتاعه هو 15 جنيه، 18 جنيه. طيب
كذا، يبقى السعر والمنتج مرتبطين ببعض، مش اندبندس يعني مش مستقل. كل اتريبيوت من الاتريبيوتس ما يكونش مستقل. الاسم الديبندنسي ولا مش الديبندنسي؟ اه مش مستقل، هو المنتج جاي باسم، جاي معاه اسم، جاي معاه ايه؟ اسم. الباركود المنتج ومعاه باركود، جاي بالباركود بتاعه. التصنيف انت لو جبت علبة السجاير كده او اي منتج كده هتلاقي باركود كده على العلبة بتاعته، ده الباركود بتاعه. الباركود ده جاي مع المنتج نفسه، مش مستقل يعني. ما تلاقيش الباركود موجود وتروح تحط عليه المنتج، هو الباركود والمنتج ليه مع بعض. هتفهمها لما تلاقي واحدة مش اندبندنس، هتعرف الفرق. التصنيف ده باركود تاني بقى، حق كود تاني ماشي تمام. التصنيف اندبندنس ولا مش اندبندنسي؟ اندبندنسي ولا مش اندبندنسي ولا ديبندنسي ولا اندبندنسي؟ هو مش مستقل، هو مش مستقل. طيب سأل سؤال عشان تفهم الحته دي منها، اقول لك بص انا دلوقتي المنتج جاي بالتصنيف ولا ما جاي من غير تصنيف؟ انا رحت شريت دلوقتي تيشيرت او منتج، انا محل شريت تيشيرت، تيشيرت ده له اسم، فالاسم ده هو جاي باسمه، جاي بالسعر بتاعه، جاي بالباركود بتاعه. انا عندي محل رحت عندي شويه تصنيفات، شويه ايه التصنيفات؟ عندي ملابس اطفال، ملابس حريم، ملابس كذا، ملابس كذا، ملابس كذا. رحت خدت المنتج ده حطيته تحت ملابس شبابي، تحت ملابس ايه شباب. يبقى المنتج الواحد ده هل جايب التصنيف ولا انا رحت حطيته في التصنيف ده؟ واحد تاني جاي قال لك بص انا ما عنديش غير ملابس واحذيه، فروحت التيشيرت ده حطيته فين؟ تحت الاحذيه. يبقى المنتج جاي تحت الملابس بس. يبقى المنتج جاي بتصنيف ولا انا حطيته في التصنيف بتاعي في المحل؟ معلش انا شايف ان هو جاي. طيب مثال تاني عشان تفهمها، صلى على رسول الله. تعالى هنا كده عند الفرع، نمسك الفرع، ولو احنا قلنا الفرع ده موجود في 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 مدينه، الفرع ده موجود في مين؟ الفرع ده موجود في مين؟ في مدينه. مش كل فرع، مثلا انا بتكلم مثلا ايه، فرع في عباس، فرع في مكرم، فرع في السادات، فكل فرع ليه مدينه. صلى على رسول الله. انا الفرع بتاعي مش ليه اسم؟ مش الفرع باسمه موجود؟ الفرع اول ما يجي يجي بيه باسم، اول ما كان تقول ايه فرع مدينه نصر مثلا، بنك مصر مثلا او العباس، كل فرع ليه اسمه، الفرع بيجي باسمه صح؟ طيب الفرع ورقم التليفون، دايما الفرع ورقم التليفون حاجه ايه مع بعض، بيجوا مع بعض صح؟ طيب الفرع والمدينه، هل الفرع يجيب المدينه بتاعته ولا المدينه كانت موجوده وانا بدات ان انا اجيب فرع احطه ايه في المدينه؟ ده اللي هو مش اندبندنت، ده مش ده الاندبندنسي. يعني الفرع والمدينه، ده المدينه دي مستقله عن الفرع، فده ما هي مستقله اروح فاصلها الجدول لوحدها تمام. يمكن المثال ده اوضح بشويه. يبقى المدينه موجوده وانا بدات افتح فيها مين فرع، هل الفرع يجيب المدينه ولا المدينه يجي على الفرع؟ طيب ارجع بقى للملابس والمنتجات اللي احنا بنتكلم عليها. انا عندي شويه منتجات في المحل، شويه ايه منتجات في المحل، والمنتجات دي انا مقسمهم تصنيف كذا تصنيف. رحت شريت منتج جديد، انا عندي تصنيفات اساسا في المحل، انا عندي تصنيفات شبابي واطفالي وحريمي. انا جبت منتج، المنتج ده شبابي اهو، ماشي كده، هو حاطه في الشبابي ماشي. طيب التصنيف كان موجود ولا يعني المنتج جه وجاب التصنيف معاه، ولا التصنيف كان موجود وانا رحت حطيته ايه؟ حطيته فين؟ ما ممكن واحد ما يكونش عنده شبابي، عنده ملابس بس وحزين، انا حاطه تحت الملابس. فاهم قصدي؟ ممكن ما يكونش عنده تصنيفات دي. كان عنده لبس وهيحطه ناحية الجزم، هو عارف ده لبس ماشي على الطريق. ماشي، يعني انت كان عندك تصنيفات في المحل ولا مش موجودة؟ ماشي عندي. عندي تصنيفات،
فلما المنتج جه اتحط في التصنيف اللي انت كان موجود ولا لا؟ يعني عايز اقول لك ان المنتج هو جاي جاب التصنيف معاه ولا التصنيف كان موجود وانت بدات تحط المنتج عليه؟ التصنيف موجود وهو كمان ايه التصنيف؟ لا لا سيبك من هو جاب التصنيف، هو ما ملوش تصنيف، هو ملوش مل اساسا، هو جاي اسمه كذا وكذا، انا ما اعرفش هو تبع ايه اني تصنيف، انا اللي بصنفه على حسب. اقول لك ما هو اقول لك حاجه، ما هو واحد يصنف تصنيفات مختلفه ازاي؟ انا اصنف الالوان الحمراء لوحدها، الكبير لوحده، الاطفال لوحده، الرجال لوحده، كل محل بيصنف على حسب ما هو عايز. ما التصنيفات دي بتختلف من محل لمحل. انا اصنف يا عم، انا اصنف رجال حليم الاطفال، لا انا اصنف الوان، بص انا اصنف مجسات. التصنيف ده بيختلف، المنتج الجديد ما بيجيش بتصنيف، هو جاي منتج هحط انت عايز تصنيف، عايز تحط طبعا تصنيف الدور الاول حط مصنفه من دور اول لدور ثاني، يبقى التصنيفات موجوده وانت بتبدا تحط عليها. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ مفيش حاجه اسمها تيجي بتصنيف. وبدليلك انت هل لما تخش المحل ده بتلاقي التصنيفات زي التصنيفات اللي في المحل الثاني؟ ممكن يكون واحد مش شغال حليب اساسا، هو شغال رجالي بس، ممكن تروح على حته شغال رجالي وشغال حليب، هو مقسم الرجالي هنا والحليب، صح ولا لا؟ يبقى المنتج بيجي تصنيفه ولا ما غير تصنيفه؟ لا مش ماشي، مش ماشي، ده احنا بنتكلم في علم، بنتكلم في علم. ثانيه كده رحت معاه اه وبقيت وبعد كده رجعت تاني. ماشي، ما انا بقول لك انت عايز تصنفه فين؟ انت عايز تصنفه على فين؟ حضرتك لما قلت تصنيف كالوان ماشي، ده اه انا كده مصر في الحته دي كلها لونها احمر، لونها دي لونها اصفر، الكلام ده كله. ده انا منصم في الحته دي، لكن لو كان منصم كلبس عام دوت طقم قميص مع قميصين، حط مع قميصين اي لون. وما في قميص اطفال وفي قميص شبابي وفي قميص كتير، انا مصنف في القمصان الواحده لاكثر من تصنيف. مش انت ممكن تروح تلاقي محل مقسمه اطفال حريم في قمصان مثلا كده بقى الحين كشف تكون هي في وقتها دي مثلا في لو احنا بنتكلم في ملابس، في ملابس مثلا يقول لك دي مستورده، في ملابس مثلا مصري مصنف على هذا الاساس. مثلا ماشي يعني عايز اقول لك ان المنتج مش بيجي بتصنيفه، انت في المحل انت اللي بتصنفه، بتقول ايه هيتحط تاني على تصنيف. حتى لما تشوف واحد اللي في المنتجات ويروح اول ما بيجيب الملابس يروح يجيب الملابس ويروح يقسمها كده ويجي المحل، بص تعال نوزع، هو موزع، بص ده حطه هنا وده حطه هنا، لا هات انت حطه ده هنا، ده فوق مكانه فوق ده، صح ولا لا؟ تمام. هل هو جاي يقول مكتوب عليه انت تتحط تحت الشبابي، انت تتحط تحت اللون الاحمر، انت تتحط، ولا هو صاحب المحل بيصنفه؟ ماشي، صاحب المحل بيصنفه، صح كده ولا لا؟ اقتنعت بيها ولا برضه مش مقتنع؟ في حاجات في حاجات لا في حاجات ايه ده بعض وبعض يعني، لا مش بعض شكيله مس اطفال احطه في مس شباب، ما انا عارف ده مس اطفال. يا ابني محل على جده ما عندوش غير ملابس وعزيه، هم خمس ملابس وخمس بتقعد مش هصنفهم انا اطفال وحليم، هم محطوطين كل الملابس هنا وفي الجنب ده، محل كبير فلا ده انا مقسم دور للاطفال، دور مش عارف للشباب، دور للحريم، دور مش عارف ايه، فبدأ التصنيفات عنده تختلف على عكس الثاني، هو ما عندوش حيلته غير دور واحد، فمش مش مش هقسم انا بمزاجي. فهو حكايه التصنيف دي العميل هو صاحب المحل هو اللي بيصنف، خلاص؟ طيب يبقى اسال سؤال بقى، التصنيف هنا اندبندنس ولا مش اندبندنس؟ التصنيف عندي وانا ببدا احط فيه، عندي تصنيف كذا تصنيف كذا تصنيف كذا، واشوف الملابس التيشيرت ده تبع ايه تصنيف احطه فيه، يبقى التصنيف مش مستقل ولا مستقل؟ لا ده مستقل، ادام هو مستقل اسحبه وحطه في ايه؟ في جدول لوحده. فاول حاجه بدات انها تتحاش من المرحله الثانيه اللي هو مين؟ التصنيف. طب اسال سؤال، هو كله مش مقتنع زي ابراهيم كده ولا كله مقتنع؟ انتوا مقتنعين؟ ابراهيم يا صاحبي مقتنع باللي احنا بنقوله؟ طيب ده ابراهيم بس مش مشكله. طيب اخد ده كنترول اكس واعمل ايه؟ واعمل اكيد جدول ايه تاني؟ اسميه مين؟ التصنيف. التصنيف احنا عايزينه من التصنيف يا شباب، حد يقول عايزينه من التصنيف؟ اسم التصنيف يعني هو رجالي حريمي، التصنيف بتاعه ممكن واحد يكون بيصنفه لا انا مش عايز لون، التصنيف ملوش لون،
تصنيف يعني ايه؟ انا مقسم التصنيف الاسم. لو انا مقسمه تبع الوان يبقى اسم التصنيف اصفر احمر اخضر. واحد مقسم تصنيف رجال حريم اطفال، واحد مقسم على واحد اسم على حسب التصنيف اللي انت مقسمه، مستورد مش مستورد، هو ده الاسم. لا يقول لك تصنيف صاحب المكان هو اللي مصنف. اي هو اسم التصنيف اللي حطه، يعني زي ما يقول لك انا اصنف عندي صنفين، مستورد مش مستورد، هو يحطه في اسم التصنيف. ما انا عايز اسهل الدنيا. ما المفروض كنا المفروض عالم يقول لك ايه، بص واحنا بنشتغل اساسا كنا مش حاطين العميل هنا لوحده، العميل مش كان محطوط هنا، كان محطوط هنا اتريبيوت، فقال لك بص واحنا طالعين من العميل كده مش كان هنا مكتوب العميل وفصلناه، فبيقول لك بص هو اتريبيوت هنا طلع منه اتريبيوت، يعني مثلا العميل عايز منه ايه، فعايز منه مثلا عايز منه اسم، فايه خد هنا ايه طلع من الاتريبيوت اتريبيوت اسم، طلع منه رقم تليفون وطلع كذا، ولما يتفصل زي ايه ما زي ما انت قسمته، وهي كده هي نفس العمليه، بس انا بدل ما بعملها ايه على خطوتين، قصده بيقول لك ايه العميل بيتفرع منه، بس انا ما بحبش اعمل كده، دايما بحب اعمل على خطوتين. يمكن انتوا فاهمين انا كان قصده ايه، قصده ان انا العميل ده له شويه خصائص فانا ببدا افرع منها. تمام كده خلاص تمام. طيب اقول لك الحاجه، هو انت لو عرفت ان الخاصيه فيها خصائص احكيك كنت فصلتها من غير ما تعدي حتى من الحاجات دول، فهمت؟ فانت اساسا لو الخاصيه عرف ان فيها شويه خصائص كنت فصلتها بجدول وعده، بس احنا ماشيين بعلمه. تمام، في مشكله في الموضوع ده؟ طيب التصنيف محتاجين ايه؟ محتاجين اسمه فقط لا غير. في حاجه تانية؟ وصف لي، يعني لو انت عندك وصف لي، وصف للتصنيف ده. بس يعني شرح لي والله هو تصنيف تبع كذا وكذا. في مشكله في الوقت ده؟ طيب هذه الجدول ايه للتصنيف قاعد مين بقى مصنع حد فين؟ ما خلصنا الشركه المنتجه. الشركه المنتجه هو حاجه ايه؟ استنى كده، اندبندس ولا مش اندبندس؟ الشركه المنتجه حد يقول لي كده الشركه المنتجه. الشركه المنتجه احنا دلوقتي في اتومك ولا مش اتومك؟ خلصنا احنا دلوقتي بنتكلم في مين؟ الديبندنسي ولا الديبندنسي؟ يعني ايه الديبندنسي؟ يعني المنتج ده جاي بالشركه ولا كانت الشركه موجوده بعد كده المنتج؟ هي كده بنفسرها في كده. يعني احنا دلوقتي لما جينا نتكلم عن الفرع والكلام ده، لما جينا نتكلم عن الفرع والمدينه، المدينه موجوده والفرع بدا ايه؟ يجي منها. اسال سؤال بقى يلا، الشركة المنتجة والمنتج. أنا الشركة موجودة والمنتج منها، يعني الشركة المنتجة مستقلة صح؟ يعني هي موجودة مش هي جت مع مين؟ أول تاني؟ يعني كل ما احنا لسه بنقول كل واحد من دول لازم يكون ايه؟ مش مستقل. طب الشركة المنتجة مستقلة ولا مش مستقلة؟ مستقلة. يبقى المفروض ايه؟ أفصلها صح؟ فاهمين اللي هو قاله ولا مش مقتنعين؟ ها لازم كل حاجه بعملها لازم تبقى عارف. يبقى الشركه المنتجه هنا يا علي، هو اصلا مش هقدر اجيب المنتج لما يعني مستقل، وانا لازم شرط اساسي ان هو يكون شيء مستقل، يعني لازم يكون له علاقه مع بعض، ان هم الاثنين جايين مع بعض، ان ده جاي مع ده، ان ده جاي مع ده. لكن الشركه المنتجه ده موجوده اساسا، ده هي اللي بتصنف، فالشركه المنتجه موجوده والمنتج ده بعديها ما جاش، يعني الشركه ما جاتش مع مين؟ مع المنتج. يبقى في الحاله دي بعمل ايه؟ افصلها. فامسك دي واقول له مين؟ ادي الشركه مين؟ المنتج. بس دي مش هتبقى فيها خصائص اسمها؟ ايوه، ما هو اللي محتاجه منها اصلا اسمها بس، ما كانش ليها مثلا ماشي. احنا في حاجات على فكره احنا فصلناها، ممكن لو انت بتتكلم على مشروع صغير مش لكن انا لو بتكلم مثلا الشركه المنتجه دي مش هم مثلا، انت بتقول حاجه ثابته، انا مثلا عايز اختار من المنتج ده الشركه اللي نزلته، فكنت اكتب ايديا مثلا تحفظ احفظ اسماء الشركات،
سامسونج واحد هو بيكتب في التكست بوكس اللي هو الانبوت، عارف الانبوت اللي بنكتبه كده مين؟ سامسونج الشركه المنتجه سامسونج، هو كده مين؟ سامسونج. واحد تاني هو موظف تاني راح كاتبها شركه سامسونج، واحد تاني كتب شركه بدل ما كتب شركه بتاع كتبها مين؟ شركه بالهاء سامسونج، اهو كتبها كده غلط، بس ايه كتبها كده. اختلفت ايه النوتس لما تيجي تعمل سيرش بشركه سامسونج، اول ما تختار شركه سامسونج بص في شركه سامسونج بالتمر مربوطه في بالهاء مربوطه في كذا، لكن هو لو موجودين انت بتختارهم بكم بوكس كده، هم موجودين بس ايه شويه شركات انت بينزلوا فيلد كده تختار منهم، مش افضل؟ افضل، بدل ما تخلي اليوزر يكتب معاك. هم لو موجودين هنا كده عالي، لو هم موجودين في الحته دي كده موجودين هنا كده كده، يبقى اليوزر اللي هيدخلها بايديه هيدخل الحاجه دي بايديه. طب هو اليوزر اللي هيدخلها بايديه يكتب مثلا اسم الشركه كذا او يكتب اسم الحاجه بتاعها، لكن لما يكون في شنبر منفصل. فعلي بيقول لك دي لو حاجه واحده مش عايز افصلها براحتك، بس معنى ان انت تفصلها انت بتستفيد من عمليه الفصلان دي في حاجات كتير جدا. على سبيل المثال انت مش بتخلي اليوزر يكتبها، يعني مثلا الدوله، الدوله بتخلي مش في كومبو بوكس بينزل كده، دول جايين من جدول واحد، عارف ممكن واحد ايه لو خليك تكتب الدوله يكتب مصر، واحد تاني يجي لك ايجيبت، واحد تاني يكتب لك دوله مصر، واحد يكتب لك دوله مصر العربيه، واحد اختلفت الانبوت بتاعه من مين؟ من يوزر ليوزر، على الرغم ان هو كلهم يقصد ايه؟ حاجه. بروح ادور على اللي هو من دوله مصر، يجيب لي واحد بس، يا عم ده اربعه مدخلين، بس انا دورت على مين؟ على مصر، لكن هو لو اعطوا له حاجه بيختار منها كلهم يختاروا مصر، مصر مصر، لما يجي اختار مصر هيجيب لي الاربعه صح؟ تمام؟ طيب، احنا لو مش عايزين نكبر زي علي بيقول لك كده، مش عايزين نكبر ممكن نخلي دي زي ما هي موجوده كده مش هكبر، بس احنا بنبني اساس علمي، بنبني على اساس المفروض تتفصل. فهمت قصدي؟ بس انت لو عايز خلي بالك شفت هم كانوا فيلد واحد، انت لو عايز تعمل مشروع بدخل اصلا مش هو كان جدول واحد؟ حط هيشتغل والمشروع هيشتغل بس هيترمي في الزباله بعد شويه. صح ولا لا؟ شو ما كانوا احنا طلعنا جدول واحد في الاول خالص صح؟ طيب الشركه المنتجه نحتاج ايه؟ نفصل. اروح اخدها كات واقول له مين؟ الشركة المنتجة. طيب عايز منها ايه؟ اسمها. وبعض الاحيان ناس بتقول لك ايه تاريخ انشاء الشركة دي مثلا، تاريخ اسم الشركة، اسم الشركة. وبعض الناس بيقول لك ايه انا محتاج من تاريخ تاريخ انشاء تاريخ يعني الشركة دي تاريخ انشائها. ساعات يقول لك ايه انا عايز بلد المنشا، يعني ايه موجوده فيني بلد، بلد المنشا يعني في الصين في يعني في امريكا، عشان اعرف المنتج ده هو موجود في بلد ايه المنشا. شفت الداتابيز بتاعتنا بتكبر، بس بتكبر وانت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ها؟ وده اللي احنا بنمنع عليه الدنيا كلها. خلي بالك مش اي واحد يبقى قوي في الداتابيز، في ناس ما تعرفش شغاله داتابيز ما تعرفش الكلام ده، كاري الداتابيز وزي ما تيجي تطلب معاه، ولذلك لما شاب داتهم بعد سنه ولا اتنين تلاقيه مش هروح اضرب منه. تمام؟ طيب ده احنا كام؟ احنا دلوقتي ماشيين على كام واحد؟ احنا لسه في ايه؟ الثاني. هم كام واحد؟ ثلاثه بس، الثالث ده سهل. طيب صلاحيه الاستبدال ده هو حاجه واحده بس صح؟ مستقلة، تاريخ الإنتاج مستقلة، فاهمين ولا لا؟ يعني هو إيه؟ تاريخ الصلاحية مستقلة، الوصف هو إيه؟ مستقل، يعني ده كله كده يبقى إيه؟ مستقلين، الدنيا خفت شوية عن المنتج. أيوه اللي لسه زميلك بيقول لك عليه ده، أنت كده خلصت واحد، أنت تمشي عليهم بقى التانيين بقى، تعالى العميل أتومك الاسم بتاعه أتومك مش أتومك؟ رقم التليفون اتومك. واحد يقول لك ايه ده انا عايز رقم تليفون واحد ورقم تليفون البيت ورقم تليفون كذا. لو زي زميلك بيقول لك ايه انا مثلا الاسم ده عايز اقسمه اسم اول واسم ثاني،
فكان ايه هيبقى مش طموح. بس انا مش عايز اعمل كده، مش عايز اعمل كده، مش عايز اعمل كده. في واحد يقول لك بص احنا ممكن نخلي هنا خاصيتين، اضمهم اتنين بس، اسميه هنا خاصيه الاسم الاول، وهنا مين الاسم الاخير، مش محتاج ان انا افصل جدول تاني، اصل هما اتنين بس تمام. بس انا هخلي الاسم بس تمام، عشان الناس وهي لسه بتتعلم تدريس دوت ما تتلخبطش. في ناس بتدي العميل كود، ماشي الكود ده لسه ما اتكلمتش عنه. في ناس بتدي العميل كود صح؟ طيب ماشي كود العميل كويس، كود كل عميل ليه كود. خلي بالك الكود ده ملوش دعوه علاقه يا جورج اللي دخل فيه على الداتا بيس، الكود ده ملوش دعوه، انا بس ما اتكلمتش على الكود اللي هنحطه في الداتا بيس ده. هو بيقول لك يعني كل عميل ليه كود، ليه كود بس هو بيعلم الكود، ماليش دعوه ان احنا لسه في كل جدول من الجدول ده هينزل عليه حاجه ثانيه اسمها الاي دي وانا لسه مش عنه. هو مين اللي كتب الداتا بيس قبل كده او كريت الداتا بيس قبل كده؟ ابراهيم. طيب راجل طيب، اتاخرت معايا شويه لما اتكلم شويه ماشي، بس كتبت الداتا بيس قبل كده، عملت كده بيس. طيب الراجل الطيب ده انا عملت بالعكس. ابراهيم عنده خلفيه عن الداتا بيس، جورج عنده خلفيه، صح؟ مفيش. اول مره تشوف بس فاهم. هو ده لو انا بشرح له خلي بالك اللي كتب داتا بيس هيحس ان هو ما كتبش داتا بيس. يعني يعني قبل كده قبل ما ناخد الحاجات دي كنت بتقسم بالتقسيمه دي ولا لا قصدك كنت بتمشي بالطريقه العلميه دي ولا كنت مثلا بالفهلاوه كده بتجيبها؟ طيب يعني كنت بتعمل كده يعني. طيب انت خدتها فين في الكليه؟ انا اسف. طيب كويس ماشي. طب فاهم اللي انا بقوله؟ طيب رقم التليفون يقول لك رقم التليفون، لو انت عندك رقم تليفون واحد ورقم تليفون اثنين ورقم تليفون ثلاثه فانت هتروح ايه؟ تفصلهم. بس انا مش هفصل، خلينا احنا ايه؟ هو رقم تليفون، ولو هو عايز رقمين روح فصله ايه؟ في اصل في حاجات كده ممكن ايه؟ استغنى عنها، هفصله بعلامه داش، عارفين اللي هي الداش او علامه سلاش، وانا في البرمجه اروح اقدر ايه؟ اعرض رقم التليفون الاول ورقم التليفون الثاني جنب بعض بالكونكتينيت، او اعملهم ايه؟ يعني مثلا هقول لهم زي ما كنا بنحاول اريل الصوره، مثلا اروح ايه؟ جايب مين وايه؟ اعمل لهم سبليت، او ان انا افصل واروح ايه؟ اعرض رقم التليفون الاول وبي ار التليفون ايه الثاني، يعني بطريقه ما هعرف من علامه السلاش ده هطلع رقم التليفون الاول واطلع رقم التليفون ايه؟ الثاني. طيب بس لو انت بتتكلم في الصح فانت كنت هتفصلهم، او لو انت بتتكلم في الصح برضه لو هم اثنين بس ما تفصلهمش. طب تختلف انت يا اختي، انت بتقول الصح تفصلهم والصح برضه ما تفصلهمش. اقول لك صلع صلع، لما تكون الحاجه حاجه او اثنين قابله مش قابلين للزياده عمرهم ما يتغير ما تفصلهمش. زي مثلا النوع، في مش العميل ده ليه نوع؟ نوع يعني ايه؟ الجنس بتاعه ذكر ولا انثى صح؟ الجنس صح؟ الجنس ده انت عندك كام جنس؟ بيحتوي على كده معلومه؟ اتومك ولا مش اتومك؟ مش اتومك، لانه احتوى اكثر من ايه؟ فيقول لك خلاص اعمل جدول ايه؟ يقول لك لا هم هيتغيروا هم اثنين. فقال لك خلاص اللي مره يقول اللي عليها جورج، قال لك خلاص طلع منها كده حاجه وطلع منها حاجه ثانيه. وقول له هنا ايه؟ ذكر وهنا مين؟ انثى. في مشكله في اللي عملته ده؟ وهنا بقى في الحاله دي بقى مش هتمسك ليه؟ لا اما هتبقى ذكر لا اما يبقى ايه؟ هتبقى انثى. يلا يا عم امسك امسكوا بعض. مش هيمسكوا عشان لازم احط لهم بوينتس. ماشي. يطلع منهم حاجتين. ساعات الناس بتعملهم مالتي فاليو، كليك يمين عليها، كليك يمين حاجه اسمها مين، كليك يمين اسمها مالتي مين، مالتي اتريبيوت. اول ما اعملها مالتي اتريبيوت تعمل لك الشكل اللي هو الدايرتين في بعض، دايرتين في بعض يعني اكتر من فاليو، يعني الجنس ده في ذكر لما ايه بنعملها كده، وانت في الكود في البرمجه لما تبصي له لما ذكر لما ايه انثى، او تحط له لما واحد لما ايه اثنين، وانت في الكود لام لو هو واحد يبقى ذكر، لو هو اثنين يبقى انثى، مش محتاج تفصله لان هم حاجتين ايه؟ بس. طب لو حاجات متغيره زي اللون، اللون ده حاجتين بس ولا اكتر؟ ده كتير، ده ممكن قابلين للزياده، لكن دول عمرهم ما قابلين للزياده، عمرهم ما هيتغيروا.
فساعتها ما مش نحتاج ان احنا نفصله، مش محتاجين احنا نفصله. العنوان الثالث صح. طيب لو احنا قلنا العنوان بقى ارجع له بقى، اتومك ولا مش اتومك؟ ممكن نغير اتومك ولا مش اتومك؟ يعني يحتوي على معلومه ولا مش معلومه؟ لا اكثر معلومه معلومه واحده صح. يعني العميل الواحد هو ليه عنوان واحد، العميل واحد دي معلومه واحده بس، عنوان ورقم كذا صح. صح. طب اندبندنس ولا مش اندبندنسي؟ اندبندنس ولا مش اندبندنسي؟ يعني العميل والعنوان، العنوان موجود والعميل جه عليه، ولا هو العنوان والعميل بيجوا مع بعض؟ ها؟ العنوان والعميل جه عليه، العنوان موجود والعميل جه عليه، يبقى اندبندنس ولا مش اندبندنسي؟ ها؟ المفروض يعمل ايه؟ يتفصل. مش انا دلوقتي العميل دلوقتي في عنوان والعميل بقى موجود عليه، ما ممكن العميل النهارده غير العنوان بتاعه بقى، انا ممكن ساكن في الزهراء راح ساكن فين؟ في حته ثانيه. اه يعني العنوان موجود والعميل ايه؟ جاء عليه. انتوا مش فاهمين اندبندنس واندبندنس دي ولا فاهمينها؟ طيب يبقى المفروض اعمل ايه عليه؟ افصل. يبدا بص ركز معايا، مش بفصله بس، انا بفصل باساس انا الوقت العميل والعنوان. انا العنوان موجود والعميل ايه؟ يعني يتحط عليه، فالمفروض العنوان ده يتحط كده يتفصل بره واسميه مين؟ الادرس. ايه رايك لو سميناه الادرس او العنوان؟ ما هو الادرس اللي هو مين؟ العنوان. طيب يطلع عليك. طيب العنوان محتاج منه ايه؟ محتاج منه ثلاث حاجات. الناس بتقول لك في العنوان، انا الثلاث حاجات المهمين بالنسبه لي المحافظة والمدينة والمدينة وايه تاني؟ انا محتاج المدينة بس، خلينا المدينة المدينة وإيه؟ المكان اللي فيه. تمام؟ طيب. في بعض المدينة بيكون شابين بس عشان ده محافظة ده محافظة فبيعرفوا يفرقوا. يعني في بيكون في مدينتين نفس الاسم. طيب هي بتختلف من سيستم لسيستم، صلى على سؤال. بص الحته دي فيها كلام كتير بس انا هحاول الخص لك الكلام ده. هو العنوان بيختلف من بزنس لبزنس تاني. انا لو بتكلم مع راجل بتاع ملابس زي كده ما يهمنيش عنوانه بالتفصيل، انا عايز اعرف المحافظه بتاعته فين وخلاص. واحد تاني بيبيع بتاع ديليفري بتاع ايه؟ لا ده مش عايز المحافظه ومش عايز المدينه بس، ده مش عايز الحي، ده مش عايز العمارة، ده عايز رقم الشقة، ده عايز ايه؟ ده عايز رقم الشقة، وكمان من رقم الشقة عايز الحي، ومن الحي عايز الشارع، ومن الشارع عايز المدينة، ومن رقم الشارع ورقم العمارة ورقم الدور ورقم الشقة. فاحنا في الحالة دي بنعمل ايه؟ نقول بص هو العنوان هو عايز ايه؟ نبدأ بالشقة، نبدأ مين؟ بمين؟ بالشقة، وما كانش في مدينة خالص، هو عايز رقم الشقة. تمسك الشقة، اندبندس تمشي عليها تقول ايه الشقة، ماشي العنوان ده الشقة، الشقة دي اندبندس اتومك في الأول ولا مش اتومك؟ اتومك يعني بتحتوي على معلومة ولا أكتر؟ يعني العنوان العنوان الواحد في شقة واحدة ولا في أكتر من شقة؟ في أكتر من شقة، فإيه؟ مش اتومك صح؟ فاطمة بس مش استنى كده بس عشان ما نلخبطش الناس. بس احنا بنتكلم على عميل، بنتكلم على عميل واحد. انا بتكلم على عميل ماشي، العنوان وهبدا بمين؟ خلينا نبدا بالمدينه، معلش خلينا نبدا بالمدينه. هنبتدي ايه؟ المدينه العنوان بتاعها عايز منه المدينه. المدينه دي العنوان والمدينه، المدينه محتاج من المدينه ايه؟ اسمها صح؟ اسم المدينه. اتومك ولا مش اتومك؟
اتومك المدينه، المدينه والالوان، الالوان موجود، الالوان موجوده، المدينه موجوده ولا موجوده؟ لا اتومك، هي اتومك المدينه يعني الالوان ليه مدينه واحده، ما هو خلاص هو عنوان واحد في مدينه فهو موجود في مدينه واحده بس، بس اندبندنس مش اندبندنس، المدينه موجوده والالوان موجوده عليه برضه اندبندنس.